جميع، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نرحب بكم باسم منتدى أماكن الذاكرة الفلسطينية في استضافة الدكتور عيسى الصريع في هذه الندوة بعنوان ماذا نتعلم من العظام المكتشفة في الحفريات الأثرية، وهي الندوة رقم 21 ضمن سلسلة محاضرات آثار وتاريخ فلسطين التي ينظمها المنتدى. الدكتور عيسى الصريع هو أستاذ مساعد في الأنثروبولوجيا وعلم الآثار في المعهد العالي للآثار في جامعة القدس منذ العام 1997. كان في العام 1986 قد حصل على درجة البكالوريوس في التخصص المزدوج في الآثار وعلم الإنسان، ثم درجة الماجستير في الأنثروبولوجيا العضوية والآثار من جامعة اليرموك في العام 1996، وفي العام 2010 حصل على درجة الدكتوراه في علم الآثار الحيوية من الجامعة العبرية. هو زميل أو عمل محاضرا لمدة عام في معهد روتشستر للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2007، ثم في العام 2012-2013 حصل على منحة كاثلين بروك للزمالة فيما بعد الدكتوراه بمعهد أولبرايت المعهد الأمريكي للأبحاث الأثرية بالقدس، وهو الآن عضو في اللجنة التوجيهية واللجنة التحضيرية العلمية للمشروع الدولي آثار وتاريخ فلسطين. أما عن اهتماماته البحثية فهو مهتم في علم الآثار والأنثروبولوجيا والإثنوغرافيا وعلم العظام والأمراض القديمة والثقافات المادية في العصور الحجرية. قام بسلسلة من الأنشطة في الميدانية وحاول من خلالها تتبع النشاط الحياة الإنساني والحياتي في القرى الفلسطينية التقليدية وربط ماضيها بحاضرها المكاني والبيئي والتاريخي والثقافي. في هذه المحاضرة ماذا نتعلم من العظام المكتشفة في الحفريات الأثرية، هي محاولة لرسم صورة أو نمط لحياة مجتمعات الصيادين والمزارعين النطوفيين المستقرين في بواكير القرى الزراعية الناشئة في بلاد الشام ابان العصر الحجري الحديث، من خلال دراسة العظام الإنسانية كدليل رئيسي ودراسة المواد الأثرية الأخرى وتحليل عينات نباتية خاصة صغيرة الحجم. منذ عمليات التنقيب الأولى في العديد من المواقع الأثرية ركز النقاش العام على كيفية وأسباب تحول نمط الحياة الاجتماعية والغذائية من حياة الكفاف المستندة إلى التنقل والصيد وجمع الغذاء الموجود بالبيئة المحيطة إلى التحول لحياة أكثر استقرارا في قرى دائمة والاعتماد على الزراعة وتدجين الحيوان. المجموعات البشرية التي أقدمت على هذه الخطوة غير موجودة الآن أو في وقتنا الحاضر، لذلك فإن العظام والأدلة الأثرية والعينات المادية الأخرى المتوفرة والتي اكتشفت في العديد من المواقع الأثرية في بلاد الشام مثل أريحة وعين غزال يمكن استنطاقها للكشف عن دلائل يمكن من خلالها بناء فهم أفضل للبنى الاجتماعية والدينية والصحية التي ارتكزت على الزراعة وإنتاج الغذاء في العصر الحجري الحديث. ولأن عظام الإنسان بشكل عام وأسنانه بشكل خاص تعتبر أفضل سجل لحفظ حياة الإنسان من مولده لمماته، فإن هذه المحاضرة ستركز على العظام الإنسانية الأثرية للكشف عن الدور الحاسم الذي لعبه سكان العصر الحجري الحديث في التحول من المجتمعات الصيادة إلى المجتمعات الزراعية من خلال أولا التكيف مع بيئتهم والعيش بشكل مستمر في القرية منذ حوالي 2000 عام، ثم لعب دور رئيسي في التطورات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي ظهرت فيها، ثم ثالثا تأثير التحول إلى الزراعة وتدجين الحيوان على
أوضاع يعني الصحية. الآن أنقل الحديث للدكتور عيسى الصريع ليحدثنا عن محاضرته. دكتور عيسى، مرحبا بك مرة أخرى، تفضل. مساء الخير للجميع، وأهلا وسهلا فيكم، وشكرا على اهتمامكم في هذا النوع من الدراسات اللي هو شوي غريب. طبعا بركز على تقريبا على العظام، لأنه بالاعتقاد العام دائما أنه بالآثار هي بشكل أساسي أنتيكا، وبشكل عام هي لقى أثرية للمختصين اللي من خلالها بحاولوا يتبعوا أو رسم صورة للحياة المجموعات البشرية أو حياة بعض المجتمعات أو حياة المدنية بغض النظر شو الحياة الموجودة. لكن تركيز على العظام إنه يحتاج إلى نوع خاص من الدراسات، وحسب ما حكينا نعمل التحاليل أيضا، وتركيز عالي جدا في قضية البحث وإدخاله مع كثير من العلوم، تتداخل مع كثير من العلوم حتى تستطيع أن تحصل على معلومات ما. مثل ما حكى الدكتور عصام بالمقدمة، الدراسة معظمها كانت على العصر الحجر الحديث، لكن بهاي المحاضرة أنا عملت زي نوع من الأوفر فيو، لأنه ما راح ندخل فيه كثير عمق تفاصيل إلا إذا في النقاش عن بحب يأخذ في تفاصيل أكثر ممكن ندخل فيه أكثر. فكان الهدف من الدراسة هو إلقاء صورة عن مفهوم أو دراسة العظام، شو اللي بنتعلمه من العظام بدون تركيز على زاوية معينة من هاي الزوايا. هناك الكثير من الأشياء مثل الفخار أو غيره، ممكن نتعلم من الفخار أشياء كثيرة عن حياة الناس في الماضي. من العظام نفسها، من عظام نفس الإنسان، ممكن نتعلم عن قصة حياته أيضا، وعن كثير من المواضيع اللي ممكن أيضا تدخل في عملية تحاليلها، تدخل في عملية كشف كثير من الملابسات وكشف كثير من المعلومات، سواء كانت تاريخية أو أثرية أو أيضا ثقافية. بالعام بشكل عام دائما بالأثر الاعتماد بشكل أساسي كان هو على المواد الحضارية، والمواد الحضارية العظام هي جزء من المادة الحضارية، هي الإنسان نفسه اللي استخدم المادة الحضارية، وعظامه هي عندما تصبح أثرية هي جزء من المادة الحضارية. طبعا كانت فترة من الفترات يعني غير مدروسة، كثير من المواقع اللي كانت تكدس فيها هاي العظام اليوم في كثير اهتمام في عمليات دراستها. أنا تركيزي كثير راح يكون على العظام الإنسانية، لأنه أنا ما بعرف العظام الحيوانية، ممكن لمح إلى تلميح فقط. ايش هي العظام؟ نطلع احنا على هاي العظام، شوف هيكل الانسان نفسه. الانسان مركب من مجموعه من العظام، اذا بنقيم التشز او اللحم او الاربطه، فبشوف انه مجموعه عظام، حركه شوي بيكون بينزل، بيكون مكانه كل هاي العظمات بتنزل على المكان. الانسان بتكون من مجموعه كبيره من العظام، وخاصه الهيكل العظمي في 260 عظمه، عفوا 206 عظمات. هلا بتشكل دائما من الجمجمه بشكل اساس، من العظام الطويله، العظام القصيره، وعظام غير منتظمه زي باقي الاصابع وغيرها، وعظام مسطحه مثل الاضلاع. طبعا عددهم كلياتهم 206، في عندنا 28 للجمجمه، 28 قطعه في الجمجمه نفسها. في العظام الطويله المقصود بالعظام الطويله الايدي والارجل فيها 12 عظمه. في العظام المسطحه اللي هي الاضلاع مثلا فيها تقريبا 29 عظمه، وهي مجرد من هذا العدد. ليش هاي تشكيلة العظام هيك؟ لأن كل جزء من هاي العظام هو جزء من جسم الإنسان نفسه، وهذا الجزء نفسه تعرض إلى كثير من حركة الإنسان في حياته، تعرض إلى نشف العظام الطويلة، تعرض للجمجمة للكسر، أو تعرض أو هي حامية كمان العظام. كل واحد من هاي العظام له وظيفة داخل الهيكل، وكل واحد من قطع من هاي العظام تعرضت إلى أيضا عوامل بيئية وعوامل اجتماعية في حياة الإنسان نفسه. فبالتالي معرفتها معرفة ضرورية مهمة جدا، ودراستها أيضا مهمة. دكتور عيسى، سلايد شو لو سمحت، سلايد شو. ما في، أوكي. أيوة. إيش بتعطينا العظام؟ أول شيء تعطينا قياسات بنستفيد منها، القياسات المترية. قياسات المترية بتعطينا عن طول قامة الإنسان، أيضا تعطينا عن الإعمار، عن الأعمار بتقدير الجنس والعمر كمان. فهي مهمة جدا لمعرفة الناس القدماء أو معرفة المجموعات الغابرة، قديش بالمجمل كانت أطوالهم، قديش بالمجمل اللي هي الديموغرافي تبعتهم، قديش كان بالمجمل عدد الرجال عدد النساء في كل مجموعة، وقديش بالمجمل بنقدر هاي الأعمار من خلال أيضا بعض الأمراض، بعض المرات من خلال القياسات بنقدر الأعمار، لأنه في شيء إنها بتكون قطع صغيرة أو تحديدها يكون صعب. فإذا تعطينا كمان فكرة عن تقدير الأعمار، وهي تعطينا فكرة عن الديموغرافيا وتوزيع الهرم السكاني. ايضا تعطينا فكره عن كيف عاش الناس، شو الاكل اللي تناولوه طول حياتهم.
تعطينا عن طبيعة الطعام اللي كنا نتناوله، قاسي، صلب، لحمي، كربوهيدرات في بعض الفترات، فهذا كمان بيعطينا كله إنديكيشن لطبيعة البيئة وطبيعة النشاطات اليومية اللي كانوا يقوموا فيها. تعطينا كمان هل أجسامهم تعرضت لأي نوع من الطقوس الدينية أو الطقوس الثقافية؟ هل الإنسان هو طفل صغير تعرض لهذا النوع من الطقوس؟ زي ما بنشوف اليوم مثلا في طقوس كثير جدا دينية، في بضربوا بعض بالصواطير وبضربوا، هذا جزء من تعرض الجسد لبعض أنواع الطقوس، فمهم نفهمها كمان. هلا كمان هل أيضا تعرض إلى طقوس بعد الوفاة؟ مش بس بعد ما اندفن، بما معناه هل عندهم طقوس دفن ثانوي؟ طقوس الدفن الثانوي تعطينا هي العظام بشكل أساسي بشكل كبير جدا، وهذا بيعطي فكرة عن المعتقدات اللي كانوا بيقوموا فيها الناس أو اللي اعتقدوا فيها الناس. كمان تعطينا فكرة عن طبيعة الأمراض اللي تعرضوا لها هذول الأجناس خلال حياتهم، هاي الأمراض الموجودة كمان تعطينا فكرة عن طبيعة البيئة، تعطينا فكرة عن طبيعة علاقتهم مع بعضهم مع أجناس أخرى، كمان تعطينا فكرة عن نوعية الحيوانات أيضا اللي عاشوا معها وكيفية انتقال الأمراض سواء كان من الحيوان للإنسان أو من بعض أشباه الإنسان. كمان أيضا تعطينا من خلال القياسات تعطينا فكرة عن الأعراق والأجناس وأيضا عن التطور الإنساني. فالتطور الإنساني في جله بالأساس رؤيته بتكون دائما من خلال العظام أكثر منها من خلال المادة الحضرية أو الأدوات اللي صنعها. ففي القياسات بشكل كبير تعطينا كمان نظام مهم للقياسات عشان نعرف كمان الأجناس نعرف الأطوال. هاي طبيعة القياسات اللي بنستخدمها سواء كان في كاليبرز أو في قياس العظام العظام الطويلة أو العظام الصغيرة وأيضا الجمجمي ومحجر العين، وكل نوع من هذا القياس له انعكاس بالفينوتايب أو انعكاس بجسد الإنسان. نقدر نعرف من خلاله الذكر والأنثى، نقدر نعرف إنه في اختلاف بالحوض بين الذكر وبين الأنثى، فإذا عندنا الحوض متكامل بنعرف إنه هذا ذكر لأنه تقريبا دائرية مغلقة أو صعب شوي أو أكثر حدة، يختلف عن الأنثى اللي هي منفرج. في عندنا كمان بعض اللي هو جروف أو خطوط معينة عند الأنثى بتكون إذا مخلفي لأول مرة أو الثانية بتبين عندها بشكل أوسع من الرجل، فمن خلال عظم تعرف أنه هاي الأنثى كانت متزوجة أو على الأقل خلفت أكثر من مرة أو مرتين أو مرة على الحد الأدنى، لكن عند الرجل بينش. فهاي كمان من لما بنعرف إحنا أنه هذا ذكر هذا أنثى بنقدر في عملية الديموغرافيا نحسبها أو نطلع قديش عدد الذكور مع الإناث أو قديش عدد الإناث للذكور، قديش كمان طبيعة الناس اللي كانوا عايشين، هل هو المجتمع أكثر متجانس قريب من بعضه أو في خلل في تركيبة المجتمع نفسه. مرات في عملية معرفة الأعمار بتستخدم كثير مثلا من الأسنان، لكن بالفك ببينش معنا طريقة ما، بنلجأ للتكنولوجيا الحديثة وبنستخدم الإكسري وهيك بنحدد العمر بطريقة أفضل كثير، لأنه عنا اللي هو tooth eruption أو اللي هو ظهور الأسنان خاصة عند الأطفال وعند البالغين عند الإنسان ما يبلغ. فعند الإنسان ما يبلغ تبدأ تطلع اللي هي أسنان تبعته من 6 سنين، لكن عند الأطفال من 6 شهور، وهيك بنقدر نعرف إنه هل هذا سيدوسيس أو أسنان لبنية أو أسنان متكاملة، ومن خلال هاي بنقدر نقدر عمر هذا الفك اللي بيكون معنا في الأثرية. تقدير عمره هاي مهم جدا في معرفة الظروف المحيطة فيه ومعرفة طبيعة إذا كان في كسور أو إذا كان في أمراض في عمر مبكر أو لا. فبيستخدم طبعاً تكنولوجيا جديدة في تقدير الأعمار. التطور الإنساني راح أمر عليها بشكل سريع جداً لأن شيء مركزي بالمحاضرة. نشوف إنه حياة الإنسان في مرحلة ما قبل التاريخ بما معنى ما قبل الكتابي هي تقريباً تتعدى حوالي 90% من حياة الإنسان، أكثر من 90% من حياة الإنسان هي مجتمعات لا تاريخية، لكن بعد الكتابة بنلاقي إنه فترة قصيرة جداً لا تساوي حوالي 5-7% اللي فترة فيها الحضارة، والقفزات الحضارية نتيجة للتراكم المعرفي كانت هائلة جداً بالفترات الأخيرة مقارنة مع فترة طويلة جداً اللي عاشها الإنسان تقريباً. البداية كانت في أفريقيا، بنيجي للمناطق اللي كانت عندنا بأفريقيا في تطور الإنسان، فهون التجمعات كثيرة في منطقة البحيرات الكبرى في منطقة تنزانيا، ومنها انتقل الإنسان من أفريقيا إلى بقية أصقاع العالم، لكن في اختلافات طبعاً في بعض الأجناس اللي بقيت في أفريقيا، بعض الأجناس اللي انتقلت، يعني الإنسان الوحيد اللي انتقل من أفريقيا إلى بقية العالم هو الهومو إريكتوس وأخذ من حيوانات كثير جداً. طلع على بالنسبة للتطور الإنساني هي رأس الإنسان عاقل مع الهومو إريكتوس مع شبه الإنسان، وهو بنشوف بعض صفات التطورية إذا بنطلع على الفك، نطلع على البروز بالفك، فيش ذقن عند الإنسان في ذقن، وهون في اللي هي منطقة النابلسي الدياستيما اللي هي
لي صفة غير إنسانية أكثر، مش موجودة عند الإنسان المختلف. هاي صفة معينة فقط عشان نعرف إنه هذا إنسان، لكن إنسان يختلف عن الإنسان العاقل، لأن في عندنا الصفات الإنسانية موجودة فيه، الصفة اللا إنسانية هاي مختفي هو، بالتالي هو أقرب للإنسان أو هو إنسان متكامل. لكن هل عندنا حجم دماغه مختلف؟ الفرق أنه مختلف في كثير من الصفات اللي تطور فيها الإنسان عن سلفه. نأخذ حقبة التطور من فترة الأسترالوبيثيكوس أو الإنسان العفري القديم لحد الإنسان العاقل، ومر في فترة طويلة جدا فيها. أهم شيء في عملية التطور الإنساني كان في عنا أربع نقاط، خمس نقاط مهمة أو ستة. أهم شيء للتحول في فقرات العمود الفقري أو بسموه الفورامين ماجنوم، للإنسان بتكون أسفل الرأس حتى ما يصير، الإيدين طبعا أقصر من الرجلين والرجلين أطول من الإيدين. الحوض هو الأساس في عملية الخلايا وعملية الاختلاف بالإضافة إلى تطور الإبهام. ليه هاي مهمة جدا؟ لأنه تطور الإبهام والقدم عند الإنسان حتى مش على يمشي ينتصب القادم، استخدام الإيد خاصة في تصنيع الأدوات مختلف عن بقية أجناس أو بقية الأجناس الأخرى، سواء كان أورانجوتان أو غوريلا أو شمبانزي. فبنطلع أنه دائما إيديهم أطول من رجليهم عكس الإنسان، رجلين أطول من الإيدين. العمود الفقري، مربط العمود الفقري والفورامين الماجنوم جاي من خلف الرأس عند الإنسان أسفل الرأس، حتى ما تعطيه طبعا عملية الحركة العالية جدا. ليه تطورت هاي؟ لأن الإنسان بدأ أو بدأت في الإنسان بدأ يمسك الأدوات، وهنا أول بنية ثقافية كانت عند الإنسان الصانع. هي بدأت مع الأسترالوبيثيكوس شوية لكن تطورت مع الإنسان الصانع، وهم بدأ يقطع الحيوانات ويأكل اللحم. أكل اللحم بتعطيه مهم جدا في تغذية الدماغ، في خاصة في عنصر الحديد، وبالتالي حجم الدماغ بدأ يكبر عنده. لما بيكبر حجم الدماغ بيأثر بشكل كبير جدا هون على قضية الحوض. فبنطلع على شمبانزي لما بيولد عمود 128 سنتيمتر مكعب، بينما في لوسي اللي هي الأفرنسيس أول أشباه الإنسان الأولى بتقد بحوالي 162، وعند الإنسان أول من ولد الطفل 384. فلو كان هذا حجم دماغه بدي يجمع الشمبانزي الحوض، لأنه رقيق جدا طوله ثلثين عرضه، فبيكسر بشكل مباشر وبتصير في عصر ولادي هون وبموت بالحالة هاي. فتركيبة الحوض مع تركيبة الجسم مهم جدا، فحجم الدماغ هو الأثر بشكل أساسي بعد الإبهام، لأن الإبهام أثر في استخدام الأدوات، بعدين تغذية الأكل، ثم كبر حجم الدماغ، فكان في اضطراري الجسم كله يتغير بناء على تغيير الحوض. تركيز كان هون في عملية الدماغ، لأن الإنسان مش محتاج، في الأشباه الإنسان لا تحتاج الدماغ بشكل كبير جدا. التطور فقط كان في اللي هو الطاحونة أو الأشياء القاطعة، الوجه بما معناه تطور الوجه. فبنلاقي أنه الرأس هو ثلث الوجه، الوجه ثلثين الرأس، وفك ضخم جدا لطبيعة الأكل القوي جدا الكنسات. وهون الحواس كانت متطورة، حواس الرؤية وحواس الشمس والشم والضوء. بينما عند الإنسان طلع أنه الرأس أكبر بكثير، حوالي المتوسط 1200 كيوبيك سنتيمتر. الوجه تقلص بشكل كبير جدا، فأصبح أنه الوجه ثلث الرأس، مش على العكس، هي الرأس أو الجملة هي ثلثين الوجه، الوجه هي الثلث. هنا كليا معكوسي العملية، الوجه الثلثين. كان في احتاجها بشكل كثير في الفترات القديمة، لأنه بيحتاج إلى الرؤية بشكل عالي، بيحتاج إلى حاسة الشم، بيحتاج إلى شغلات كثيرة متركزة. لكن هل هو العنصر الأساسي في عملية التطور؟ ممكن. كمان أشبه الإنسان القديم كان محتاج إلى عندهم فق ضخم جدا، فالرأس لازم يكون كمان صغير، لأن الوجه متطور الفق ضخم. فأربطة اللي هي العظم اللي هي عضلة الماسيتر اللي بتكون هون كان لازم توصل إلى قمة الرأس حتى ما تحرك، تستطيع تربط الفك وتحركه. فكان دائما الرأس ضعيف مقارنة مع الفك والأدوات الطاحنة الموجودة. فهذا عنصر مهم جدا. بعدها بدأ الإنسان يتغير تدريجيا. نطلع على الوجه والمحجر بنلاقي إنه الجبهة كاملة، ما في عنا محاجر عين مثل بقية الإنسان. هلا هون تغيرت اللي هي أساسيات التغير. حكينا إنه أشبه الإنسان الإيدين أكثر من أطول من الرجلين، العمود الفقري من خلف الرأس صعب وقف مباشرة، الأرجل طبعا فلات، الأصابع دقيقة وطويلة عكس الإنسان كليا اللي عنده أخبص القدم اللي بيقدر يحمل أكثر، لأنه بده يرتكز على الحوض، الحوض هو اللي بيحمل بقية الجسم والرأس، وهاي الحوض الإنساني بيختلف كليا عن حوض للإنسان. إذن كان بيمشي منتصب القامة من حوالي 5 مليون سنة. من 5 مليون سنة الإنسان قبل الهومو إريكتس، هاي التسميات الحين بنعرفها أكثر، لأنه
القطعة الموجودة للهوموروفيس كانت قبل المعرفة الأكثر للأسروبيثكاس أفرانسيس أو للعفر الإنسان العفري. وهون في عنا كان بيمشي مسافة معينة مع المجموعة، لكن حتى لما طلع أنه الرأس صغير، الوجه الثلثين، لكن بقية الجسم ما عدا الرأس، بقية الجسم هو إنسان متكامل. فالإنسان العفري بقية الجسم إنسان ما عدا الرأس، هو أقرب إلى بسموه القرد الجنوبي، إلى أقرب لأشبه الإنسان. بعد الوجه مش متراجع، بعده بحتاج لحاسة الشم، بحتاج لشغلات كثيرة في عملية تركيبة الرأس، لكن جسم أصبح جسم إنسان متكامل. وهاي الخبطة ترجع لحوالي 5 مليون أو 3 مليون عفوا في منطقة لاتيلوي في تنزانيا، كان ماشي بالشتاء وثار بركان وغطى كل الرماد هذه المنطقة وحفظها لمدة 3 إلى 4 مليون سنة. بيجي الهومو ريكتس اللي كان أكثر تطورا، طلع على الجمجمة الرأس كليا، بنلاقي بقية الوجه بدأت ترجع لورا شوي شوي تدريجيا، بداية محاجر العين بدأت تظهر أكثر، لكن بعده كمان الرأس واطي. وأهم شيء في هذا الإنسان اللي هو أهم واحد فيهم كلهم، إنه قدر يتحكم بالنار. مقدرته على التحكم بالنار أدت إلى مقدرة عالية جدا في التحكم في الأدوات، لأنه تصنيع الأدوات كان بداية بسيط، لكن النار استغلت تصنيع خاصة الأدوات الصواني البازلتي، فكان واقعي يحطها بالنار. وبما أنه الأدوات الصواني هي من المينرالز، والمعادن الموجودة بالصوان مختلفة، ودرجة حرارتها تختلف درجة تسخينها من واحد لأخرى، فبالتالي تصبح إما بتنفجر إذا كان درجة حرارة عالية، أو إذا كانت واطية بتصير تعمل كاكس، تتفقع وتتكسر إلى شرائح. كان يستغل هذه الشرائح ويستخدمها بشكل كبير جدا. إذا مقدرته على التحكم بالنار ساعدته في الغذاء، ساعدته في تصنيع الأدوات بشكل أعلى، ساعدته في أنه يعيش في مجموعات بشكل أكبر نتيجة توفر الغذاء اللي عنده، خاصة اللحوم بشكل أساسي. هذا الإنسان كمان عاش في مجموعات تقريبا حوالي واحد من 14 إلى 20 تقريبا، هيك بقدر العلماء، من 14 إلى 20 شخص، وعاش معظم الوقت في أفريقيا، ومن ثم بدأ ينتقل تدريجيا من أفريقيا إلى بقية أصقاع العالم. والمنطقة اللي طلع فيها كان في كل الأجناس القبل الهومو هابيلس والأسروبيثكاس كلهم زي عنق الزجاجي أو البطلنيك، كان كلهم بأفريقيا مخنوقين ما في عندهم خروج. هذا الإنسان الوحيد طلع عبر فلسطين، وأول الدلائل الموجودة لوجود الإنسان الهومو إريكتس أو الإنسان منتصف القرن فلسطين في ثلاث مناطق أساسية عندنا. الأولى اللي هي جسر بنات يعقوب اللي فيه بقية الأدوات، الثانية منطقة العبيدية مش عند التعامري، العبيدية هاي جنوب بحيرة طبرية وفيها بقايا من فك إنسان هو إريكتس بالإضافة للأدوات، والثالثة طبعا اللي بحكي عنها أم قطفة في وادي خريطون، وفيها اللي هي الطبقة الموجودة اللي تحكموا بالنار في هاي المنطقة. إذا عنا انتقال من الأسروبيثكاس الهوموريكتس انتقل للعالم، وظهر عنا في مرحلة معينة طبعا في جاوة في هوموريكتس ظهر عنا شيء اسمه اللي هو نياندرتال، أو في مجموعات بسموهم الأركيك سابينس، منهم هايدلبرغ وشواسكوم وبنتشفيد وشتاينهايم، كل هاي مجموعة أقرب للإنسان منها من الهوموريكتس، هي نهاية الهوموريكتس قريب جدا من الإنسان العاقل، ومختلف عن النياندرتال اللي هو بالأساس إنسان متكامل. هاي المجموعات اللي عندنا طلعت في عندنا الهومو هابيلس اللي ظل في أفريقيا ما طلعش، الأسروبيثكاس كان في أفريقيا ما طلع من أفريقيا، الهومو إريكتس طلع من أفريقيا لبقية أصقاع العالم. ففي عندنا بعديها بيطلعنا الجد النياندرتال، والنياندرتال كان موجود في أوروبا، موجود في بلاد الشام في المنطقة، لكن ما في عندنا نياندرتال في أفريقيا. بعديها بيجي عندنا الجد الأول للإنسان العاقل اللي بدأ في قفزي، وفي صفات كثيرة جدا من نياندرتال وصفات على كمان من الإنسان العاقل، وهذا الهومو سابينس المتأخر آخر شيء له نسخة الإنسانية. بنطلع أن نياندرتال كان موجود في أوروبا وكان موجود منطقة بلاد الشام، وتعدده في مناطق مختلفة، وهو وجوده كان نتيجة طفرات مختلفة. الـ DNA تاع نياندرتال في شوية اختلاف عن الـ DNA للإنسان العاقل اليوم، بيعني إنه كمان لا يعني إنه ما فيش تزاوج بين الجينتين، لأنه في منطقة بلاد الشام كان في عنا لو خاصة في قفزي في الطابون كان في تزاوج بين الإنسان العاقل اللي هو جد الأول الإنسان العاقل والنياندرتال. المقصود في النياندرتال هو المقصود في ألمانيا، كان في شوية اختلاف اللي عملوا في دراسة في ألمانيا، لكن هاي مجموعة معينة من الطفرات بدأت تقريبا هاي من 250 ألف سنة قبل الميلاد، وبدأ يطلع عنا نوع الكرواسي الكرواتيا في البوقازي في ألمانيا. نفس الشيء الإنسان العاقل بدأ كمان في نوع من الطفرات قبل 170 ألف سنة، وبدأ تظهر في أماكن مختلفة خاصة في أفريقيا، وثم
ايضا وجد في منطقه بلاد الشام. اول شكل من اشكال اللي هو الجد الاول انسان عاقل طلع لنا في منطقه قفزي حوالي 110,000 قبل الميلاد. بالاساس كان في دراسه قبل عن الطابون، كان مغاره الطابون، لكن لم يؤخذ الباحث محمل الجد لمده 30 40 سنه، لانه اول من تكلم عن وجود اختلاف بين النياندرتال وانه هاي القطعه هي اقرب للانسان العاقل منها النياندرتال، لكنها حسبت عن النياندرتال. لكن بعد جماعه بوردو ما اشتغلوا في الناصره في جبل قفزي، وبدا يظهر عندهم الانسان العاقل المختلف مع النياندرتال، مع انه في قطع نياندرتال عندهم، بدات تظهر عندنا دلائل معينه مبشره على انه تعايش الانسان العاقل الجد الاول الانسان العاقل مع النياندرتال في منطقه بلاد الشام، وفي صفات كثير مشتركه. لا يعني انه كان مثل اوروبا انه اختفى نتيجه التخصص البيئي، هون كان في منطقه عاليه البيئه، كان متعدد التغذيه، وانتهى تدريجيا من كثره الانسان العاقل، وانتهت جيناته مع الانسان العاقل، لكن جيناته ضايله فيها. ففي عندنا خلطه جينيه مهمه جدا بين الانسان العاقل والنياندرتال، كما هي موجوده ايضا في بعض الاجناس في اوروبا. هاي عندنا هاي الخلطات الموجوده بتظهر لنا اشكال مختلفه من الاعراق. هاي لمحه عامه عن ما دخلناش فيها كثير شيء عن التطور، لكن مهم جدا انه لولا العظام الانسانيه، لولا المستحثات، لم نكن نعرف اي شيء عن اصل الانسان وتطور الانسان وحياه الانسان. الموضوع الثاني طلع فيه اللي هو التغذيه. طلع احنا في فتره لهون بنحكي عن العصور الاثريه في منطقه فتره الباليوليثيك. طبعا الانسان عاش في كهوف وعاش تقريبا 1.5 مليون سنه في منطقه الكهوف هاي. وبعد الباليوليثيك بدا في العصر الحجري المسمى الوسيط، خاصة أو بالبالوليثيك، خاصة بالفترة الكبرية. وبالفترة الكبرية كمان عاش الإنسان حوالي 7,000 سنة، كان في كهوف وفي شيلترز وفي هاتس. وبالفترة النطفية عاش 5,000 سنة، وفي النيوليثيك عاش طبعا كمان 4,000 سنة في قرى زراعية. أما فترة الكالكوليثيك فهو تقريبا 1,200 سنة، خاصة في قرى زراعية وفي كهوف. هاي بالمجمل اللي هي ما قبل التاريخ لمنطقة الشرق، اللي عندنا خاصة المركزة في منطقة بلاد الشام والعاش فيها الفترات اللي عاش فيها. في جل هاي الفترات عاش الإنسان في تصنيع الأدوات، خاصة اللي هي الفأس الحجري، وهي نمط من الفأس الحجري الأرشولية، ورؤوس الرماح للصيد، والطرائد الكبيرة مثل فترة من فترة احنا مش عندنا ماموث أو فيلة هون، لكن كان في عندنا وعول غزلان ضخم جدا، فكان صيد الغزلان ويستذفر بجلدها ويأكل اللحم. طبعا الخزين كان مهم جدا في هذه العملية، لكن كيف بده يخزن اللحمة؟ فبالتالي استدعت انه يكون في عملية تقديد هذه اللحمة او تمليحها او تدخينها حتى ما تستمر لفترة طويلة جدا بدون ما تخرب، ويستطيع يعيش فيها ويخزنها داخل الكهوف الخاصة فيه. فعملية تقديد اللحم او تدخينه عن المدخن او المقدد هي الوسيلة اللي كان يعيش منها او يستخدمها لفترة طويلة. الاعتماد الثاني كان على الأشجار المثمرة بأنواعها المختلفة من الخروب والبلوط والجوز والقطين، وأيضا بعض الفواكه أو بعض النباتات المثمرة الأخرى اللي كان بلقطها وبيعمل عملية تجفيف لهي الثمار حتى ما تستمر لفترة أطول. عندنا قطين وعندنا زقوم. طيب المعتقدات عندنا كانت مهمة جدا في هاي الفترات، وبين لنا كمان بداية المعتقدات الدينية عند الإنسان، وأيضا بداية في الاستمرارية والانقطاع. الاستمرارية الموجودة في عادات الدفن بأشكالها المختلفة خاصة في بعض عناصرها تعني أنه الإنسان لم ينقطع من السكن من حوالي تقريبا من حوالي 120,000 من ما بدأت أو 100,000 من ما بدأت هاي المعتقدات تظهر للعالم، وظلت استمراريتها موجودة. بعضها اختفى في فترات بعض العناصر، لكن بعض العناصر الأخرى ظل موجود، والإنسان بيعيش على إرث حضاري عميق في هاي المنطقة. ايش بتعطينا اللي هي عاده الدفن؟ الدفن دائما هو مصدر مهم جدا للمعلومات عن الاشخاص، بتعطينا فكره عن الحياه والتنظيم الاجتماعي للانسان اللي كان عايش بهذه المنطقه، فكره عن المعتقدات الدينيه، فكره عن الفن اذا كان عنده بعض الفن، الانشطه الثقافيه اللي بتطبق على الجسد الحيوي، وايضا تعطينا فكره عن حالته الصحيه. اول اشكال الدفن كان بنعرفها في هذه المنطقه، في منطقتنا طبعا، لكن لم يكن الانسان اول واحد، كان انسان قفزي، الإنسان في قفزي، وهي بعض اللي هو الجد الأول للإنسان العاقل، يرجع لحوالي 100,000 سنة قبل الميلاد، موجود في جبل قفزي في فلسطين، وأول دلائل على استخدام المغرة الحمراء في الدفن.
فاللون الأحمر له علاقة في الحياة والموت، وبالتالي لحتى الآن إحنا نستخدم إذا بنشوف في قضية الأضاحي لحتى الآن أو القرى بنستخدم الخروف أو بندمغه لفترة معينة أو بنوسمه في لون أحمر نفس الشيء أو الأورانج هاي المغرة، فبنستخدمها فيها حتى ما يكون معروف إنه هذا أضحي، يعني هذا عامل مهم جدا في عملية تضحية في بالدم. فهي نوع من الرمزية، رمزية لحياة الإنسان، هل هو أيضا يعطي الموت يولد الحياة في هذه الحالة أم لا؟ لكن أول دلالة على استخدام المغرة الحمراء في الدفن تقريبا كانت في هذا الإنسان. الشكل الثاني اللي هو أعطانا أول شكل من أشكال عادات الدفن المعتمدة بشكل أساسي والمقصودة كان هو النياندرتال. والنياندرتال كان في مكانين مهمين جدا، الأول كان في جبال زاغروس، وفي جبال زاغروس أعطى شكل إنه من هذه الأشكال إنه كان في دفن جماعي، مجموعة دفنت هذا الشخص، وخاصة شنيدر رقم 4 وهو أيضا شخص ضعيف مشلول، فالمجموعة كانت مهتمة فيه في حياته واهتمت فيه في مماته، فدفن في حفر لحفرة داخل الكهف ودفن وغطي بالزهور. فكرة الزهور في عملية الدفن أو الورود في عملية الدفن لم تعرف بعد النياندرتال، هذا لا يعني أنها لم تكن مستخدمة لكن لم يعثر، بما معناه هي تكون أدق شوي، لم يعثر على حالات إلا في فترة النطوفية، عثر على أماكن زي في فلسطين. فممكن يكون الناس أو ممكن تكون بالحفريات لم ينتبهوا بشكل أكثر، أو العلم ما كانش متطور زي اليوم ممكن نعرف يعني إنه كان في زهور أو ما كانش في زهور في عملية الدفن، لكن هذا الدفن المقصود كان مغطى بالزهور في جبال زاغروس بالعراق في شنيدر البعود بين 80 إلى 60 ألف. الشطر الثاني كان عندنا في فلسطين في جبال الكرمل وفي كهف كبارة. كهف كبارة كمان أعطانا فكرة عن الدفن المقصود أو الدفن الطبيعي عند النياندرتال في شكل مهم جدا اللي هو الهيكل، هذا الكهف وهذا الهيكل، فمدفون على ظهره والإيد اليمين على البطن والإيد الشمال على الصدر. لكن من أهم كمان إنه غير مدفون على ظهره مدفون بشكل منظم، كانت أول ظاهرة للمعتقدات الدينية تظهر فيها بشكل كبير وهي أخذ الجمجمة بعد التحلل. إذا انتظر هذا الإنسان بهذه الفترة، انتظر لفترة معينة حتى ما تحلل الجسد وجاء وأخذ الجمجمة. كيف نعرف؟ إنه هذا الفك السفلي بعد ما تحلل العضلات الفك السفلي ظل مكانه، وأيضا اللي هو المخدي بمعنى اللي قطعة من الأكسس تاعت الأكسس تاعت الرأس اللي تقعد عليها عظمة الأطلس تحت الجمجمة أو المخدي هي بعدها أيضا موجودة. فهذا أول ظاهرة من ظاهرة الدفن الثانوي. الدفن الثانوي دائما هو قمة في المعتقدات، إنه مش تدفن تتركه بتروح، تدفن وبترجع عليه لفترة معينة حتى ما تكمل نوع من الشعائر والطقوس. ما بنعرفش إحنا النياندرتال وين راح بهالجمجمة، لكن هذا الطقس استمر في منطقة الشرق لفترة طويلة جدا، ظل مستخدم ولم ينتهي إلا بعد منتصف أو نهاية العصر الحجري الحديث. لكن في المراحل المتأخرة صرنا نعرف وين الجماجم، لكن بالبداية ما بنعرف. طيب في عادات الدفن ظهر عندنا أول مقبرة، لأنه ما كنا بنعرف، إحنا كنا دائما الدفن فردي والدفن في مكان مختلف، لكن كمكان منظم للدفن في مقبرة منظمة ظهرت عندنا بالفترة الكبرية في منطقة عيون الحمام في الأردن، وظهر تقريبا في هذه الفترة 15 هيكل عظمي ممددين واحد بجانب الآخر. قديما كنا نفكر إحنا الكالكولثيكو أول أنواع المقابر بما معنى السيمتريز، لكن هو أو الباقي هو عبارة عن إما مدافن أو إما لحد صغير، لكن لم نعرف إنه في فترة العصر الحجري أو فترة الكالكولسي الكبرية، معنى الفترة الكبرية الإبيباليوليثيك، كان عندنا هاي أول شكل من أشكال اللي هو الدفن في مقابر منظمة واحد جنب الثاني. هلا ممكن يكونوا دفنوا كلهم مرة واحدة أو ممكن يكونوا دفنوا على المقاطع، لكن في عادات دفن مختلفة هون، بالتالي ما تعطيناش فكرة إنه دفنوا نتيجة وباء بشكل كامل واحد بجنب الآخر، لكن دفنوا بنفس الطريقة. لكن بعد الدراسة الأكثر كان في عنا أكثر من شكل، في شكل يكون على ظهره، وفي شكل أيضا الجالس قرفصاء كليا في هاي المنطقة، جالس كليا قرفصاء. وأول ظاهرة من ظاهرة الدفن بالجلوس بعد ما يكون قرفصائي كامل أيضا ظهرت في هذا المكان. هذا المكان شو طلع عنا كمان؟ طلع عنا استخدام المغرة الحمراء. إذا المغرة الحمراء لا بقي استخدامها من أيام الجد الأول للإنسان العاقل في قفزي، ظلت مستمرة
لكن ما عندناش قطع في الميدل باليوسيك وفي الابر باليوسيك قطع كثير نعرف انه هل ظلت تستمر لكل الاجناس او لا، لكن هون على الاقل ظهورها مره اخرى. الشكل الثاني اللي كان مستمر كمان الغريب انه بعض الجماجم مقطوعه في الراس او الجمجم مأخوذي. فالجمجم مأخوذي كمان هذا كمان من ايام كبار من ايام النياندرتال بقي مستمر. اذا الاجداد الاولى من النياندرتال والجد الاول للانسان العاقل ومعتقداتهم جذور معتقداتهم بقيت ماشي مع تطور الانسان العاقل في هذه المنطقه بشكل كامل. المغاره الحمراء، تصنيع المغاره الحمراء وهي جزء اساسي من اللي هو الحياه والموت والدفن استخدمت في هذه المنطقه في الفتره الكبريه. وايضا واحد من اللي هو من الهيكل او هيكلين تقريبا في شيء هم رؤوس ايضا مختفيين. هلا هاي الطقوس كمان بدها نوع من البعد الديني. البعد الديني كان فيه شكل شامان. الشامان مين هو الشامان؟ كان موجود اول ظاهره بتدل على وجود واحد من الشامان هو الانثى كان موجود في مغاره الحلزون التحت اللي هي ايضا في فلسطين. وظهر تقريبا لصبيه، مقبره لصبيه حفره دائريه حوالي متر ونص من العمق لصبيه تقريبا بتعود حوالي 16 17 سنه مدفونه مع حوالي 50 قوقعه من القراقع الموجوده او قشره القراقع بالاضافه لاجزاء مختصه او اجزاء معينه من بعض انواع الحيوانات زي ذنب الجاموس، راس السنجاب وجزء من النسر، جزء من رجل الخنزير. ففي مجموعه كبيره جدا من هاي العظام الموجوده مع هذا الشمام بالاضافه الى بعض انواع البقايا من خرز الملابس اللي كان فيها. هاي الشكل بعطينا اول شكل من اشكال اللي هو بعد العقائدي والشمال. حتى رجل الشمال لما او امراه الشمال لما دفنت وضع جسدها مع بقيه الادوات اللي كانت تستخدمها في حياتها اليوميه اللي بتساعد فيها الناس او اللي بتكون في امورها السهليه. طبعا العظام كمان كانت جزء اساسي من الطقوس الدينيه عندما كانت جزء اساسي من الخيمه لرجل الدين او للشمال. هلا هاي مش عندنا مش في بلادنا، موجود في مناطق اوروبا الشرقيه او مناطق قريبه من سيبيريا في اوكرانيا وتعود لحوالي 18 الف قبل الميلاد. اللي هو عظام ماموث بنيت على شكل خيمه للشمال لرجل الدين كان يستخدمها. وهون راس الماموث زين باشكال مختلفه من المغاره الحمراء كجزء من الطقس الديني او استخداماته في الطقس الديني. فدور بدايه ظهور او بدايه مفهوم للبعد الديني للبعد العقائدي المنظم ليس فقط العشوائي المنظم. كمان في البعد العشوائي كما في الفتره النطفيه كانت ظهر عندنا اللي هو شكلين من الدفن موجود عندنا اللي هو القرفصائي كامل. هذا الشكل القرفصائي الكامل، لكن إذا بطلع على هذا الشكل القرفصائي الكامل وهذا الشكل القرفصائي الكامل ولا مرة بفكر إنه ممكن أي إنسان يربط أو ينثنى رجليه بهذه الطريقة، فبالتالي هو استمرارية للدفن الثانوي. إذا بطلع على الجمجمي هي في مكانها لكن هي مزاحة ومحطوطة هون، فبالتالي العظام بعد فترة كلها رتبت وصفقت هون وهون على هذا المنوال. ف الدفن القرفصائي او الدفن الثاني هو على شكل قرفصائي او لمبخه العظام في تكتيله واحده ظل موجود واستمر بالفتره النطفيه ايضا. اضافه لذلك اللي هو استخدام كثير من الحلي في عمليه الدفن وهي اول ظواهر تطلع لنا. هون العقد اللي كان محطوط على الراس نفس الشيء العقد اللي بتنحط على الراس كنوع من انواع الحلي اللي ظل موجود. بالفتره النطفيه ايضا اضافه للحلي كان موجود مع الانسان كنوع من المرفقات الجنازية. كانت الحيوانات لها دور كبير جدا. وهون في عندنا بالفتره النطفيه في امراتين، واحد في عينان في عينان في عين الملاحه والثاني في حيونيم، وكل واحد ميت او مدفون على شكل قرفصائي بالقرب من كلب الكلب تبعه او الكلب تبعها معهم. فهي كمان دفن الانسان مرفقاته مع حيواناته. لكن هل دفن الحيوان بعد ما مات الانسان او الانسان؟ لكن واضح انه مدفونين سوية لأن الإيد فوق الحيوان، فممكن أنه ماتوا قريبين مع بعض أو مات الحيوان قبل ودفن الإنسان بجانب هذا الحيوان كإخلاص له. الثالثة ظهرنا على بالفترة النطفية كمان ظهر عندنا في منطقة
كهف اسمه الركفة في جبال في منطقة جبال الكرمل. ثاني شكل من أشكال وضع، أو الشكل الأول عندنا في فلسطين أو في بلاد الشام طبعا، من أشكال وضع الزهور تحت الميت وعلى جنب الميت، أسوة بما حدث بالنياندرتال في جبال زابروس في شنيدار. إذن هاي كمان ظاهرة، هل هي كانت مستمرة ما بنعرفش، ما عندناش دلائل معينة، هل أعيد استخدامها لكن فترة زمنية طويلة بين التنين، لكن بدل على أنه جزء من المعتقدات على الأقل ظلوا ماشي. فهي كان الموضوع أنه مش شخص واحد، كان في 4 حالات مدفونين في هذا الكهف بهذه الطريقة. تمام. الفترة الطفية كان عندنا اللي هو الدفن الثنائي مالتيبل، وهذا استمر في فترة ثانية في القرى الزراعية. القرى الزراعية هون الزراعة اللي منطلع عليها كانت عنصر مهم جدا في عملية الاستقرار، لكن هل الاستقرار قبل الزراعة ولا الزراعة قبل الاستقرار؟ هاي صعب نبدأ فيها، وزراعة لم تبدأ مع العصر الحجري الحديث، والاستقرار أيضا لم يبدأ بالعصر الحجري الحديث. إذا منطلع على شكل من أشكال الاستقرار بنرجع للفترة الكبارية. أول شكل من أشكال الاستقرار كان بالفترة الكبارية بنرجع له، وكان في موقع جنوب بحيرة الطبرية أو على ضفة بحيرة الطبرية بالضبط تحت المي اليوم اسمه أوهالو. وكان هذا المكان في حوالي 20 بيت من الطين، انسكنوا مع جماعة من الناس، هم لم يزرعوا، هم كانوا يحصدوا بشكل أساسي ويستخدموا الحبوب اللي كانوا يحصدوها، وعاشوا في هاي المجموعة أو في هاي القرية المشمول على زراعية قرية معينة على شكل كوميونيتي على شكل مجموعة. هل استخدموا كثير من الأدوات؟ استخدموا كثير من أدوات الحصاد، استخدموا كثير من العناصر بدل على بداية شكل أو بداية تفكير في شكل من أشكال الاستقرار. عيون الحمام عندنا المقبرة، ما عندناش الموقع بشكل أساسي، لكن المقبرة بدل على أيضا على شكل من أشكال بداية تنظيم جماعي أو مكان جماعي. اللي مقدرش نقول عنها زي مستوطني، ما بنقدر نقول عنها قرية زراعية مثل الميوزيك، لكن كان موجود. باور بوينت مش متحرك. نحرك؟ تحرك ولا لا؟ تمام تمام. لكن هون مش على القرى الزراعية، القرى الزراعية أيضا لم تظهر مباشرة في يوم وليلة، إذن كان في بدايات أولى، كان في بداية استقرار بسيطة جدا خاصة في نهاية الفترة المطوفية، وأيضا في استخدام في الزراعة والحصاد في نهاية الفترة المطوفية. وأكبر دليل على هذا المكان موجود في أبو هريرة في سوريا. أبو هريرة في سوريا كان في استمرارية من 15,000 إلى فترات متأخرة، هم نفس المجموعة عاشوا بنفس المكان، وبداية تشكيل أو بداية بناء القرى من الدائري من الطيني إلى قرى أكبر شوي شوي نتيجة زيادة عدد السكان. البداية الزراعة أثرت بشكل كبير جدا لأنها أعطت وفرة غذائية لهذا الناس، أعطت أيضا فترة من الفراغ اللي استغلها في تطوير حاجياته، أعطت شكل من أشكال تقسيم العمل، كما أعطت شكل من أشكال التطور في تصنيع الأدوات بشكل الحاجة فيها، وأعطت شكل من أشكال المجتمع اللي له قيم وعادات وتقاليد. وكمان القرية نفسها داخليا كان فيها تنظيم معقد، كان تنظيم لمجتمع تدريجيا أصبح أكثر تعقيدا مع الوقت مع مرور الزمن. ففي كثير من العادات اللي بدأت تتطور بشكل أكثر، العادات اللي كانت موجودة أيضا بدأت تكبر أكثر وتأخذ شكل من أشكال أو أبعاد أكثر. أيضا الملكية ساعدت في شكل من أشكال الهرمية في المجتمع كنوع من الهرمية، وكنوع أيضا من النفوذ الاقتصادي، وهذا كله أدى إلى تداعيات بعضها جيد وبعضها سيء. كثير من الدراسات بتقول إنه الحركة اللي قام فيها الإنسان أو الحركة اللي قام فيها الإنسان من في عملية الاستقرار أو من الانتقال من حياة الصيد والجمع واللقط إلى حياة الزراعة هي كانت أخطر نقل قام فيها الإنسان بشكل عام في الحياة. إنه انتهى أو تخلى، ما تخلاش كليا، هو عمل تحول بشكل كبير جدا إلى الاستقرار في هاي الحياة. هذا أعطى شكلين، إنه الاعتماد بشكل كلي على النباتات وعلى المنتجات الحيوانية أدى إلى جزء منه صحي، تكاثر عدد السكان، زيادة عدد السكان، قلة الوفيات، منظر وكبر المدن، كبر القطيع والراحة النفسية للإنسان، ووجود مجتمع وتعاون، وكل هاي أدى إلى ظهور إيجابي. الظهور السلبي فيها إنه أيضا تعرض لكم هائل جدا من الضغوطات الحياتية اليومية، وتعرض كمان لكم هائل جدا من الأمراض اللي كانت تأتي له من بقية من الحيوانات من بقية الأجناس الثانية. نطلع عليهم تدريجياً شوي شوي. فلان أنا بقول إنه استراتيجيات العيش كانت متنوعة مثل البيئات المحلية.
تحمل ممكن في المناطق اللي تقدم مجموعة متنوعة من الموارد محليا سواء موسميا أو غير موسميا. بالتالي إذا كان في عندنا كمية هائلة من الأكل المتوفر مش محتاج إحنا ننتقل من مكان إلى مكان، وبالتالي ممكن نقعد ونعيش في هذا المكان. ريدويد يقول إنه البشر كانوا أكثر دراية بالنباتات والحيوانات في منطقتهم قبل عملية الاستقرار الكامل، وقاموا بتدجينها، لكن مش تدجينها، قاموا باستئناسها بشكل أكثر. لكن هو موضحش كيف عملية الانتقال التدريجي. لكن مارك هنري بيحكي إنه أهم تغير في استراتيجيات الكفاءة خلال فترة الطفيف كان الحصاد المكثف للحبوب البرية. والحصاد المكثف للحبوب البرية كان جزء للاستهلاك وجزء آخر لإعادة الزراعة في مكان أو بيئة ملائمة اللي ينمو فيها بشكل أكبر. هذا حافظ على نوع من الاستقرار حتى ما ينمو هاي المحاصيل، ومن ثم الانتقال أو التنقل، لكن حدث من حركة التنقل بشكل عادي. أما بنفورد يقول إنه الاجتهاد الديموغرافي زيادة عدد السكان والأشخاص اللي ينتقلوا من منطقة لمنطقة يتطلب تكثيف الطعام. زيادة عدد السكان بتؤدي إلى تقليل بالحركة، لأن الحركة مع عدد من السكان أكبر بتكون دائما صعبة. فالديموغرافيا بالنسبة لبنفورد لعبت دور كبير جدا في عملية الاستقرار، ولعبت أيضا دور كبير جدا في عملية التطور في نواحي كثيرة جدا، سواء كان في تربية المواشي أو في التدجين المستحسن من النباتات والحيوانات. فايس تقريبا قام وخاصة اشتغل على مطبة أوهالو بشكل كبير جدا، قال إنه يمكن تقسيم التدجين البشري أو بمعنى الاستقرار البشري من ناحية النباتات والاستقرار الغذائي إلى ثلاث مراحل أساسية. الأول شيء كانت مرحلة الجمع واللقط، اللي هو خاصة نقطة المواد والأشجار والفواكه ويجمعها ويخزنها، ولهذا ودناها تقريبا في فترة الصيد الأولى. لكن الثاني اللي هو الكالتيفيشن والحصاد بشكل كبير جدا، وبقوم بعملية حصاد النباتات بشكل عام، والمستحسن منها يقوم عملية زراعته مرة أخرى. الزراعة إذن في الأنماط الجينية الصالحة للبيئة كانت هي اللي هي عملية الاختيار، اختيار طبيعي لنباتات محسنة، وبالتالي مع مرور الوقت تصبح مدجنة. إذا تدجين نشأة النباتات الطافرة الظاهرة ذات الخصائص المرغوبة اللي بديها. إذا الزراعة أدت إلى وجود فائض غذائي كان له الأثر الكبير على التبادل بين المجموعات المختلفة. تطوير الخزين كان عامل مهم في تحول جذري في علاقات المجموعة الإنسانية بعضهم ببعض، والمشاركة الفعالة في التوسع في ذات أنواع النباتات المتدجنة، وأيضا التوسع في الاستقرار. التدجين والاستقرار وكل هذا يحتاج إلى أدوات، والإنسان تقريبا هو يحصد بدأ في استخدام اللي هو أدوات الصواني الصغيرة اللي انتقل فيها وربطها في كثير من العظام الحيوانية أيضا كنوع من المناجل. هاي المناجل كانت معمولة من أشكال مختلفة من الصوان، ومن أحجار أيضا طور أحجار ومطاحن لدق الحبوب. هاي الشفرات بشكل مطلع لها للمناجل، والشفرات وطريقة الحصاد كان، والمدقات اللي هي بدأت قريبة جدا من المساكن، وهاي واحدة من الأدوات اللي طورها اللي ساعدت في عملية الجمع أكثر والحصاد بشكل أكثر، وبالتالي الاستقرار بشكل أكثر. هاي الأدوات كمان استمرت وتوسعت مع توسع القرى في فترة البي بي أم بي اللي هي في القرى الزراعية. والقرى الزراعية هاي صارت حجمها أكبر، إذا كان في فترة مستوطنات سيارية متنقلة بعضها توسع إلى قرى دائمة واستقر بشكل كامل. أكبر مثال بندل عليه هو منطقة البيضاء في الأردن، كانت مستوطنة زراعية، مستوطنة مكتوفين أو مستوطنة صياديين، تدريجياً كبرت وانتقلت وأصبحت قرية زراعية، وأبو هريرة مثال الآخر. فهي الأدوات مصنوعة من الشفرات المختلفة اللي استخدمها الإنسان وساعدته. النوع الثاني غير الأدوات اللي استخدمها وطورها بشكل كبير جداً هي الأدوات الزراعية. كان في الزراعة محتاجين إلى نظام التخزين، لأن في فائض إنتاج. فائض الإنتاج يحتاج إلى تخزين، أو كأنه أنت ما غزيت، كأنه أنت ما اشتغلت ولا شيء. فالتخزين كان هو العنصر الأساسي اللي دائما يؤرق الإنسان، وبدأ التخزين في صوامع مبنية فوق الأرض وصوامع تحت الأرض، نطلع عليهم أكثر شوي. فهنا عندنا الحفرة والبيتس اللي كانت الشكل الأول من أشكال التخزين اللي كانت موجودة تقريبا في المنطقة حوالي 12,000 على كرسمان. الشكل الثاني كان هو البناء فوق الأرض عن طريق الطين واللبن، وأيضاً الأعمدة أو البيز، وهذا موجود في الأردن في منطقة الظهرة.
والثالث طبعا مع داخل القرية اللي هو داخل القرية نفسها اللي هو من اللبن أو من المضبريك وهذا الشكل الموجود في أريحة. بالإضافة للتخزين في عن طريق الفخار أجى في مراحل متأخرة أكثر بدأ مع الفلكوليزي وكثر في مراحل أكثر، لكن الطين دائما كان هو العنصر الأساسي في عملية تخزين الحبوب لأنه يحن على الحبوب أكثر وبكون في يعطي على الأقل حافظ عليها بشكل كبير. الجراد الكبير بالفترة المتأخرة والتخزين ظل مستمر حتى لا يقصى فقط في المجتمعات الزراعية أو مجتمعات ما قبل التاريخ، حتى في المجتمعات المعاصرة خزين الغذاء هو العنصر الأساسي والمهم جدا. وكثير من الإشكاليات اللي كانت في المجتمعات المعاصرة بالفترة العثمانية اللي هو السطو على أماكن تخزين الحبوب وكانت تحدث نتيجة ذلك مجاعات وموت كثير من الأطفال. فالخزين دائما في المجتمعات المتنقلة اللي بنطلع عليه عن طريق اللي هو الحياكة في الصوف اللي هو في شعر الماعز مجموعة كبيرة، وأيضا بالطين في منطقة زي مصر، وعندنا هذا بنطلع على الخزين بالصوامع هاي في يطا في جنوب الخليل. هذا شكل جديد بس حتى مشان تعرفوا انه الاستمراريه الثقافيه ظلت ماشيه. حكينا عن عادات الدفن حتى فتره المطبوخين، لكن كمان ظهور الدوله مع الفتره الزراعيه او مع الاستقرار الزراعي وتعقيد المجتمع بشكل اكثر بدا في عندنا شكل ثاني جزء منه استمراري مهم جدا، لانه نفس الناس تقريبا هم اللي قاموا في عمليه الزراعه، هم اللي كانوا صيادين، هم اللي انتقلوا، فالناس هذول كان مهم جدا انه جزء كبير جدا من ارثهم الديني والثقافي ظل مستمر. يعني الانتقال للزراعة لم يقلب كليا أو لم يغير البنية الثقافية والبنية الدينية لهذه الناس، بل توسعت وتطورت بشكل أكبر. فالدفن شفنا إحنا كان في عنا دفن ثنائي أو دفن أكثر من واحد، بل تبل كان صار عنا دفن أكثر ثلاثي بشكل أو أربعة في بعض المراحل. الدفن كان في مناطق مختلفة تحت المساطر، صار عنا عند جدران البيوت خاصة في الحوش لأنه دائما لازم يكون قريب من البيت بالنسبة لهم، في هذا موجود في عين غزال. الدفن القرفصائي كمان استمر بشكل وقرفصائي كامل، والقرفصائي الكامل يعني إيش؟ فيش إنسان بيكون ميت بهذه الطريقة، يعني إنه كانت هاي الهيكل يربط بالحبال، يربط بالحبال. هذا الظاهرة موجودة في أمريكا الجنوبية، وإذا بنطلع إحنا على الإخوان المسيحيين اللي هو الشرقيين إنه الكاني والخوارني بربطوهم كليا على كرسي حتى لما بيندفنوا، وهي الظهر لها جذورها وظلت ماشي. فهو يربط بشكل كامل ويجلس قرفصاء، يجلس جلوس لكن مع الحركات مرات بينام، ومرات انه كمان بيدفنوا حسب الشراين تبعه حسب الكفن تبعه يدفن بعد ما يربط يدفن على الجانب. لكن هون عمليات الربط والقرفصائي كانت موجودة ظلت سائدة، هي موجودة بالفترة النطفية بشكل كبير، موجودة في ايضا في بالفترة الكبرية واستمرت النطفية واستمرت أيضا هذه الفترة للنيوليثيك، أيضا استمرارية في الجماجم أخذ الجمجمة ولات مستمرة، لكن هون المعتقد تطور وأكثر وأصبح أكثر وضوحا. استمرارية نفسها في أخذ الجمجمة كدفن ثانوي بعد عملية التحلل نفس الطريقة أخذت كمل. على هاي الجماجم سنعرف إحنا وين كان للمعبد دور أساسي جدا، لها دور كبير جدا المعابد في اللي هو تطوير هذا الطقس الديني. الطقس الديني كان موجود لكن طور في فترة الاستقرار بطريقة أكثر، ولعب رجال الدين دور كبير جدا فيهم. جزء من هاي الجماجم المزخرفة أو الجماجم المجصصة كانت تدفن في مصطبة المعبد. لما تدفن في مصطبة المعبد كأنك أنت بتمسك خوري في كنيسة مهمة جدا، تدفن داخل هاي الكنيسة في مكانها الرمزي الديني العالي، فهنا لها رمزية مهمة جدا. مين اللي بده يحظى إنه يدفن داخل المعبد؟ إما بكون علية القوم من الشيف دومز أو من المشيخات الكبار، أو هم بشكل أساسي هم الشمال نفسه هم رجل الدين، فممكن يكون هو رجل الدين نفسه. لكن اللي بيشوف إحنا طول فترة 2000 سنة في عين غزال مثلا لقينا حوالي 5-6 أو 4 حتى في هذا المعبد في مكان ثاني موجودين 5 أو 6، فبيعني إنه مش كل الأشخاص بيحظوا بهذه الفرصة، لازم يكون شخص على قدر أهمية وممكن رأيي إنه يكون هو رجل دين أكثر منه أي إنسان ثاني أو جد مجموعة ثانية حتى ما يدفن في هذا المكان المقدس بالنسبة لإنه. إذا الجماجم المزخرفة والمجصصة لأنه في منها أنواع كثيرة موجودة في مناطق كثيرة مختلفة، بعضها لذكور وبعضها لإناث وبعضها أيضا لأطفال، لكن المكان اللي توجد فيه هو الأهم
هو اولا انه هي زخرفت، هذا مهم جدا، اعاده شكلها على الحياه كيف ما كان شكله موجود، لكن ايضا المكان التي توجد فيه هي مهم. اذا كانت موجوده في حفره في قبر عادي بكل رجل مهم زخرفوه اعطوه طقوس الدينيه او طقوس العبور الخاصه فيه، المجموعه تبعته عملت الطقوس الخاصه الدينيه فيه في طقوس العبور، وبالتالي انتقل الجسد مع الراس كليا مع الروح الى العالم الاخر. لكن اذا وجدت في مكان ديني مقدس مثل هذا المعبد الدائري في عين غزال، يعني انه هذول اكثر من ناس عاديين، وبالغالب انهم رجال الدين يحضروا في هاي المكاني ويدفنوا في هذا المرتبة. فهاي الحفره موجوده كان فيها داخلها الجماجم، وفتحت عده مرات، مما معناه انه اضيف لها عدد من الرؤوس في فتره معينه، فترات مختلفه. طبعا المعابد مهمه جدا، المعابد صارت متطوره اكثر، بطلت معبد متنقل مثل الاول، صار معبد ثابت، وايضا له بعض الرموز المهمة جدا اللي هي رمزيات الثور أو عبادة الثور أو رمزية القرون تحت الثور على شكل الهلال بشكل معين، وهذا الأماكن اللي بترتاد فيها طبعا للصلوات أو لتقديم الطقوس. لكن أهم طقس فيها دائما اللي هو أن يموت شخص ويحضروا فيه اللي هي المغرة الحمراء لعملية أيضا طلاء اللي هو الجثي، وأيضا كان يطلع المعابد في المغرة الحمراء في الثانية، فكمان هو مكان لتحضير المغرة الحمراء وتحضير الكثير من الطقوس الجنائزية أو الطقوس الرمزية لطقس خاص أو لطقس احتفالي معين، فمهم جدا. عادة إن كمان هو الرمزية الثانية اللي هي الجماجم المزخرفة، كان عندنا جماجم زخرفة، الجماجم ملونة بالمغرة الحمراء في فترة في مكان زي شاتل هيوك مثلا في تركيا، فهي كوليكشن أو مجموعة من الجماجم وأحدها ظاهرة عليه كلياً اللي هي المغرة الحمراء. فهذا الطقس أيضاً من 100,000 سنة ظلوا موجود أو شغال في الفترة. كمان في سوريا بشكل كبير خاصة في منطقة حلولة بيشوف أنه الدفن القرفصائي نفس الشيء كمان كبر بشكل أكثر وازدادت أهميته، وكان يربط ويدفن بشكل جلوسي، نطلع عليه وجالس، نطلع هون هو جالس، فحلولة أعطتنا الشكل الأكثر وضوحاً للدفن الجالس، لأنه في عيون الحمام ما كانش كثير واضح، كان مدروس لكن ما كانش أكثر واضح. الجماجم المزخرفة الجثية اللي بدأت فيها أول ما ظهرت لنا مع كاثرين كينيون في أريحة حاولت فهم طبيعة اللي هو زي ما الفينيريشن أو عبادة الأجداد بما معناه، وليش كانوا يحط لهم زخارف للعيون، وكأنه بما معناه كأنه شكل الإنسان عندما مات بهذا الشكل. بعد دراسة كان في شكلين، جزء منهم إذا نطلع هو بنلاقي إنه الفك كان موجود، وبنشوف في مكان ثاني أنه الفك مش موجود. ماذا تعني؟ بيعني أنه هذول أشخاص مهمين إذا طلعوا الفك مش موجود. إذا كان الفك موجود هذا يعني أنه هذا الشخص قطع رأسه مباشرة بعد الوفاة حتى يمسكوا يعملوا عملية تنظيف للجلد، ما استنوش عليه لحد ما يتحلل. هذا الشخص ما عندوش الفك الموجود، إذا هو استنى عليه أو انتظروا حتى ما تحلل وعادوا الجزء عادوا الجمجمة وبدأوا بتزخرف الطقس. طب هذا طقس مهم جدا، إنه أول كنا يأخذوا الجمجمة عاودي يعيدوا دفنها، كان يأخذوها من مكان ما كناش نعرف وين، اليوم صرنا نعرف وين أماكنها، لكن حضروها تحضير جديد. التحضير الجديد كمان له شكلين، تحضير بعد الوفاة مباشرة، وتحضير أيضا استنوا عليه لفترة طويلة حتى ما يأخذ فترة من التحلل. ليش هذا الطقسين؟ هل الشخصين مختلفين أو الأشخاص مختلفين بين ما يعملوا ديكابيتيشن يقطع؟ كمان هاي تفسر بطريقة أخرى أنه دائما رجال الدين هم بيتعاملوا مع اللي هو نوع من اللي هي السحر طبعا، وبرجعوا لعملية الرؤى وتعامل مع الميتافيزيقيات، فدائما روحه هي طاشي، دائما روحه خارجي إلى الأفق، فهم بيعتقدوا أنه رجل الدين مشان يسيطروا على الروح تبعته ما تخرجش إلى الأفق، وإعادة الروح إلى الجسد فترة ثانية صعبة جدا، بالتالي عليهم أنه يسيطروا على الرأس مباشرة بعد الدفن، فبالتالي كانوا يقطعوا ونظفوه وزخرفوه ويدفنوه مباشرة حتى روحه ما تبعدش في الأفق فترة طويلة جدا أو بعد 40 سنة، صعب على الشمال خاصة إذا بكون غير متدرب أو شمال في عمر صغير إنه يقدر يسيطر على الروح الثانية ويرجعها حتى ما تدفن بالشكل الأساسي مشان تطلع أو مشان طقوس العبور تكتمل. هاي الظاهرة كانت موجودة في العصر الحجر الحديث. بتشوفها في أريحة مثلا، هاي الفك موجود، هاي الجبس موجود، وين موجودين؟ موجود أسفل البرج، في هنا سبع هياكل أو سبع جماجم زخرفة كانت أسفل البرج، هذا بيعني أن البرج كمان
كان مكان مقدس أو مكان بنقدرش نقول عنه معبد، لكن هو كان مكان له قداسة خاصة عند سكان عصر الحجر الحديث في أريحا. نشوف كمان بعضهم إنه هذا في عنا فرق واضح جدا، هذا ما إلوش فرق. هذول تل الرماد موجودين في سوريا إلهم الفرق تبعهم، هذول موجود في الخلدي في منطقتنا قريب من الناصرة ما عندهم مش فرق بالغالب. فهاي الشكل مهم، لكن أيضا بعد عملية الجبس بعد عملية إعادة الشكل كانت توضع المغرة الحمراء في مرحلة لاحقة. إضافة إلى اللي هو إعادة تركيب أو إعادة إلى الجماجم بالجبس، كمان كانوا يعملوا نوع من الفيجرينز اللي هم تماثيل الطينية على شكل آدمي، وكانت تدفن أيضا في أماكن دفن مثل البني آدمين. في عيد غزال موجود حوالي كمية منهم، وفي هذه من أريحة امرأة أريحة. إذا طلع هذا الشكل تعطينا فكرة كثير جدا، أو شيء تعاملوا مع الأشخاص المفقودين بشكل أساسي وعملوا لهم هياكل معينة من الجبس أو إعادة ساتوس أو فيجرينز حتى ما يقوموا في تقديم الطقوس الدفن أو طقوس العبور لهذول الأشخاص، لأنهم إما ماتوا في مناطق مختلفة راح يصيدوا مرجوش أو راحوا في أماكن ما قدروش يرجعوا، فما تمش لهم مأتم معين أو طقس معين وأعيد لهم هذا الشكل. ونطلع على بعض أنواع الطقوس أو أنواع العادات اللي كانت موجودة. أهم شيء بنشوف إنه الدقة أو الوشم، الوشم اللي على الوجه، وهي أول مرة من خلال هذا التمثال بنعرف إنه الوشم بتعود جذوره إلى العصر الحجر الحديث. إضافة للوشم بنشوف إنه في العصمة اللي بتكون على الرأس، وهي جدتي كانت عندها واحدة زيها، وفي اللي هو كمان القلنسوة أو لوغا اللي دائما معمرة على الرأس. وهذه الدكتور حمدان عمل دراسة عن واحدة من العراقي تاعت الحجات اللي فيهم هيك، فبنشوف إنه الطقس كمان حتى للعصر الحديث عندنا بعده سائد أو بعده مستمر. هاي جماجم في تل الرماد في سوريا. النقطة الثالث منهم إنه جزء منهم ما كانش يعملوا له بشكل مباشر، كانوا يحضروا له نوع من الأقنعة اللي كانت موجودة، وبعد ما يتوفى يحطوا له هذا القناع، تلبس كامل القناع معمول من نفس الطيني اللي تم عملها الجس. هلا هاي الأقنعة كانوا ينرحت على درسة اللي هي الأقنعة وطقوس الخصب في أفريقيا، ودرست عملية الاحتفالات والأقنعة، وعملت إسقاط بمعين أو نوع من المقارنة بين الأقنعة في أريحة. كانت شوي صعبة لأنه بأفريقيا الطقوس مختلفة، في بعضها طقوس ختان، طقوس خصب، طقوس وفيات مختلفة، والأقنعة عندهم إلها معاني رمزية كمان تبعد كثير جدا عن ما هي في منطقة الشرق أو في العصر الحجري الحديث. هلا قديش بتكون متوائمة كانت صعب إنه تنفهم، لكن هاي الأقنعة مش في كل الأماكن كانت موجودة، موجود في عنا في عين غزال منها شوي، كان في أريحة في منها، لكن لم تكن في كل المناطق. هلا لما بيقطع رأس الشخص بيعملوا له شيء اسمه ديكابيتيشن، أول شيء ديكابيتيشن مقطع الرأس، بعدين بيعملوا له شيء اسمه سكالبينج اللي هو السلخ، كيف الخروف بيسلخوا جلده بعد ما يذبحوه. فكيف بنعرف إنه كان موجود؟ بنلاقي إنه بقايا اللي هو الخطوط أو ستريشنز من حجر الصوان على العظم مباشرة، العظم هو طريق إذا بتجرحه بينجرح، فبنشوف الخيوط اللي كانوا يتحركوا فيها على جسد كلها موجودة في عملية التنظيف. الخيوط في عملية التنظيف كانوا يقصوها ويحكوا كبير من الجمجمة، وحتى بعضها كانوا يغوروا فيها يحكوا بشكل أكبر في المناطق اللي فيها العضلات بتكون قاسية. هذا الشكل بعطينا كمان اللي هو هيك كانوا يعملوا سكالبين، كانوا يسلخوا الجلد بما معناه قبل ما ينتهي مشان يعمل عملية الجبس بدون ما ينتهي عملية التحلل. هذا كمان في عين غزال هاي بشيء. طيب في بلاد الشام تم العثور على 61 جمجمي فيها للإناث والذكور والأطفال من مواقع زي ريحة بيسمون تل الرماد وواد الحمار وعين غزال. هاي الجماجم تعود تاريخي لأوائل العصر الحجري الحديث. كان يتم وضع الجماجم في حفرة معدة خصيصا ربما ضمن سياق طقسي، ويعد هذا عملا قويا. الجماجم هاي الظاهرة ولدت فقط في العصر الحجر الحديث الزخرفة، لكن أخذ الجماجم كانت مع النياندرتال. الزخرفة فقط إعادة الشكل، إعادة الصقل بالإقصارة أو بالجبس هي فقط في العصر الحجر الحديث، لم تكن قبله.
واستمرت حتى تقريبا فترة البي بي ان سي او نهاية البي بي نهاية البي بي ان بي بداية البي بي ان سي، وبعدها اختفت من منطقة جنوب فلسطين وسوريا واستمرت نوعا ما في منطقة الأناضول لفترة أطول شوي. طيب تحضير الموتى يمكن استخدامه كدلالات لمعرفة التنظيم الاجتماعي والمعتقد التقصي والسمات الثقافية للمجتمعات ما قبل التاريخ، مثل انعكاس المكان الاجتماعي للفرد والتنظيم الاجتماعي داخل المجموعة. ارتبط أيضا الفن ارتبط مع العمارة والمنازل والمزارات الشعبية بنشاط الحياة اليومية والتغيير الاجتماعي والاقتصادي. مفهوم الموت والحياة بعد الموت مرتبط بتقاليد شامانية ذات طقوس عميقة قبل ظهور الديانات والمعتقدات المنظمة الحديثة. طيب ايش بنشوف هنا اللي هو الطقوس الدينية والطقوس الثقافية على الإنسان؟ حكينا السكالبينج هاي واحدة منهم اللي هي قشط الجلد بعد الوفاة، هاي كمان فهذا الإنسان تعرض له جزء معين من الإرث الثقافي الديني المعتقد الديني أثر على العظام الإنسانية تبعته، وبالتالي صرنا نعرف جزء من الطقوس من خلال العظام الإنسانية. هذا الطقس لولا العظام لم يكن ليعرف، طقس قطع الرقبة أو قطع الرأس، طقس قشط الجلد بمعنى أو السلخ، لولا العظام الإنسانية لم يكن ليذكر، لأن الأدوات لا تحكي ولا يوجد كتابي ولا يوجد أحد من هؤلاء الناس ليحكي قصته، فقط عظامه بتحكي قصته. جزء ثاني من الطقس اللي هي بعض أنواع الملابس أو الزخارف كان يدفن الإنسان في أحلى ملابسه، الملابس اللي هي مهمة جدا لإله كان يدفن فيها، وبين فترة الطفية كان في عندنا كثير من البيدز اللي كان يستخدم في الملابس الخرز، فلما يدفن يبقى مكانه في التربة وظل موجود على بعض، كمان اللي هو العقال اللي بيكون لابسه، لكن لما بتحلل بصير إيش اللحم بتفاعل مع عظام العقال أو البيض فبتظل ثابتة على الرأس. طبعا من الطقوس الثانية بتكون هي طقس مهم اللي هي سكال ديفورميشن اللي هي تشكيل الجمجمة، خلي الجمجمة بشكل معين. إنه بعض الطقوس الدينية بتخلي إنه الناس مثلا رأسه لازم يكون متطاول، رأسه بيكون مرتفع. بأفريقيا بعضهم بتكون بيشتغلوا على الشفة، شفة البنات لازم تكون كبيرة، أو بحطوا إشي للرقبة لازم رقبتها تكون زي النعامة زي الزرافة. فبعض المعتقدات دائما بتكون في لها تطبيقات implication دائما على الإنسان، وهذا يبدأ من الميلاد بعضهم. هذا النوع يبدأها طفل حيث تنمو العظام بشكل محدد حسب ما تحتاجه أو ثقافة هذا المجتمع. هذا موجود في أبو هريرة، نطلع شكل في أبو هريرة ده رجل، فربط من هون بنطلع عليه بشكل أكثر، في فترة معينة كان يربط الرأس من هون، يربط الرأس من الوسط ويأخذ شكل الجمجمة نموها شكل معين، وهاي بتكون شكلها دائما مخالفة طبعا للطبيعة أو غير موجودة بالطبيعة، فهم فيش عنده جبهة، رأسه إلى الخلف بشكل كبير. هاي كمان ظاهر موجودة في إنه هاي كمان هذا الهيكل موجود كان في أريحة على الخفيف، كمان هذا الموجود نفس الشيء في أريحة، نشوف اللي هي الجمجمة كانت ممسوكة. هذا في مصر الفرعونية عشان نأخذ الشكل تبع الفراعنة المصري كان طويل جدا، لكن في بعض الطقوس اللي هي الإثنوغرافية كان دائما الطفل يربط مع إيش مع خشبة، وهي الخشبة تمنع عملية نمو الرأس أو نمو الجمجمة في اتجاه مختلف، أو إنه كان في شاش من القطن يربط الرأس دائماً بهذه الطريقة حتى ما يطلع مثل هذا الشكل. هذا بيكون مع الخشبة حتى الرأس يكون عريض قصير، وهذا الشكل بيكون حتى الرأس يكون مطاول إلى الخلف. إذا بتذكروا كلكم بشار الأسد، حافظ الأسد، العلويين هذول دائماً بحطوا خشبة عند الميلاد زي هاي حتى خلفية الرأس بتكون دائماً مستقيمة. فإذا بتروح سوريا بدك تعرف أي علوي من غير العلويين، انظر إلى خلف الرأس بتلاقيه دغري، فهيك تقدر تعرف مباشرة إنه هذا علوي، لأنه هذا الطقس جزء منه ثقافي على ديني مركب يكون موجود في هذول الناس. هاي أول ظواهر عندنا لعملية عملية الربط الجمجمة كان موجود في أريحة في اللي هي ربط الجمجمة بهذا الشكل، والثاني كمان برجع في إيران كان في جمعية كبيرة جدا لعملية ربط الرأس أو الجماجم في هذا الشكل. ففي عندنا شكلين، هذا الشكل متطاول وهذا الشكل زي شكل تعين الماية طالع إلى الخلف. هذا موجود في إيران في منطقة علي كوش في التكنولوجيك، وأيضا هذا شكل ثاني من ذهاب الجبهة والتطاول، هذا موجود أكثر عند الجنود الحمر في طبيعتهم، فدائما الخشبة تكون إلى الأعلى للأسفل
فجبهة الرأس بتكون دائما مع حجرين. هاي كمان بتسوي بعض أنواع من المشاكل الثانية، وهنا بيشوف دي جزء من العمليات الجراحية اللي حنطلع لها. نفس الشيء في عالي كوش كمان نفس الطريقة اللي كانت مستخدمه الإثنوغرافي بتوضحها، نطلع الجمجمة بنفس الطريقة مستطيل إلى الخلف. فهذا طقس موجود من حوالي 7000 سنة قبل الميلاد، إذا من حوالي 9000-10000 سنة لا زال بعض الثقافات زي الهنود الحمر أو غيرهم لا زالوا بيستخدموه. في أمريكا الجنوبية زي المايا بعد الجماجم نفس الطريقة. الشغل الثالث في الاختلافات إنه صحيح هذا كان رأس مطول بشكل أكثر، لكن دائما يكون بتسوي خلل معين لأنه الدماغ بده يعيش بده يتحرك في زاوية معينة، فبكون في خلل دائما في الرأس. بنطلع هون على حفر في الجمجمة اللي هي عملية جراحية. أول أنواع العمليات الجراحية هي أول شكل من أشكال العمليات الجراحية بنشوفها في هاي المنطقة في عالي كوش في إيران، ترجع لحوالي 7000. في متأخر طبعا موجود في أريحة لكن فترة متأخرة، موجود في أريحة لكن فترة متأخرة، لكن هذا أقدم نوع من الترفينيشن اللي بنعرفه. بنطلع على هاي كمان نفس الشيء، نفس الطريقة اللي استخدم فيها الجمجمة الطريقة بيكون دائما في عملية جراحية. ليش؟ لأنه ممكن هذا الاتجاه في عملية ربط الجمجمة بتعمل نوع من الخلل. إذن هاي العمليات الجراحية كمان العظم، لولا العظام الإنساني ما بيعرف إنه الإنسان قبل 9000 سنة مارس عمليات جراحية. نفس الشيء فهي عمليات جراحية بيفتحوا الرأس، هاي معمولة عملية تقريبا قرب يشفى لكن عمل عمليتين فيما بعد، بس هاي طبعا متأخرة مش من النيوليثيك، هاي تقريبا مات قبل ما ينتهي عملية الشفاء. هاي الطريقة اللي بيحطوا فيها الحجر، وهي بيعلموا له سكيني أو ما حجر سوهم بيعلموا رأس الجمجمة وين بيفتحوا. نفس الشيء هاي كمان في قطعة بيفتحوها عمليات جراحية، هذول كلهم توفوا تحت العمليات أو بعد العمليات مباشرة. هاي الطريقة استخدموها طبعا في مرحلة ثانية، ولا مستخدمين الأوروبيين كانوا يفتحوا الرأس. ثالث النمط هذا أكثر موجود، مش النمط أكثر موجود بأفريقيا، اللي هو عملية الشمانية وطقوس السحر التي تمارس أيضا على الهيكل العظمية على الأجساد بعد عملية الوفاة. هذا بعد التحلل رجل شمان رسم على رأسه العديد من الطقوس اللي هي المعرفية والدينية ورسمته بشكل كامل في الحبر ثم أعيد دفنه مرة أخرى. طيب كمان في نيوليثيك كمان في عنا شغلات ثانية، إنه المجتمع دائما بعد ما صار مجتمع حرمي صار في عنا نظام الملكية. نظام الملكية صفى بين الحيوانات، ملكية الأراضي، ملكية المجموعة، أيضا الزواج كان أيضا اختلف عن زواج المشرع في الأول، في ملكية بالزواج، ملكية بالأولاد، في الشخص بده دافع عن دائما عن ممتلكاته. الصراع دائما بيكون كبير بين بقايا جماعات الصيادين اللي في جزء كبير جدا لم ينتقل أو لم يتحول إلى مزارعين. بعض الفترات لما يكون في عنا انقطاع أو في جفاف أو في قحط معين بتجوع جماعات الصيادين، فأكثر شيء عندهم بينزلوا على قرى زراعية بحاولوا يستغلوا قدر الإمكان المحاصيل الموجودة أو ينهبوا قدر ما يستطيعوا. بتصير صراعات بينهم وبعض المرات بتكون في حالات قتل. هذا بنيوليثيك السكيني، إذا نطلع على السكيني هون جاي في رأسه وقتلته طبعا هذا الشخص سكيني من حجر السوام فضربوا فيها بشكل مباشر. إذا دام الصراع وجه لوجه مش من بعيد وبشكل مباشر، فهذا طبعا انقتل نتيجة هاي إما هو مهاجم أو بدافع، لكن رأسه من نوع الواطي إذا نطلع على مكان الديفورميشن تبعه موجود فهم كن يكون مستقرين أكثر. فبنشوف كمان بعض الكسور في الأصابع، لكن هذا الشخص ماخذ كمان ضرب بشاكوش في رأسه. فهاي كمان تعطينا عن أشكال العنف اللي كانت سائدة في عصر الحجر الحديث نتيجة توزع المنتجة الملكية ونتيجة الحفاظ على ما هو لك. فهالمجتمعات تصير. هذا الثاني كسر فكه بشكل كبير جدا مكسور، وعيد لحمه لكن بطريقة غير مناسبة. طبعا العنف هذا بيعطينا فكرة عن أن العنف السائد في المجتمعات اليوم سواء كان عنف ديني أو عنف اقتصادي أو عنف لفظي بطريقة ما أو عنف نتيجة أي سبب من الأسباب لم يكن وليد اللحظة ولم يكن وليد اليوم. ممكن كان بشكل متفرق لكن مش حروب زي هي الحروب الموجودة، لكن الإنسان بطبعه في عدوانية، في بعض الجذور الحيوانية المعينة في عدوانية خاصة فيه، وفي دائم أيضا كمان في نوع من الغير الهام جدا المحافظ فيها على ما يملك. طبعا العظام تعطينا اللي هو معتقدات الدينية، الأثار الثقافية للقيم والأعراف، التسلسل الهرمي في المجتمع القطنية، الملكية والعنف، وتقسيم العمل والمهارات، أيضا الحالة الصحية.
كان عندها شغلة مهمة اللي هي عملية العظام تعطينا شكل من أشكال الباليودوموغرافي أو التعداد السكاني أو الهرمية السكانية. هذا عملته عن عين غزال مثلاً بين الـ PBMP والـ PBNC نطلع أنه الأعظام المش معرفة اللي هو ذكر أو أنثى حجمها بكون لحد من 12 بشكل 19% في كل واحد فيهم. على البقية كلياتهم بالأعداد السكانية العدد موجود هيك أنه هل هو ذكر أو أنثى موجودين، قديش عندنا عدد الذكور، قديش عندنا عدد الإناث. ففي عندنا في PBMP 38 ذكر و17 أنثى و61 غير معرفين. نطلع هون كمان عندنا 37 غير معرفين في PBNC 12 و13 والعدد كله على 62 وهذا 116. فكله على بعضه بما معناه اللي معروفين من العظام في عين غزال حوالي 178 شخص بين ذكر وأنثى وطفل. إذا هاي تعطينا مهم جدا عن عدد السكان. هل الموجودين العظام تمثل كل عدد السكان الموجود في عين غزال؟ لا طبعا لا، لأن تعطينا نسبة الأعمار هون نشوف إنه 12 ولا أكثر أكثر ناس موجودين اللي هم الكبار بالعمر اللي هو 33 واحد. هل هاي تعطينا فكرة عن التوزيع، عن الأعمار، عن عدد السكان، عن توزيعهم في فترتين مختلفتين؟ وكمان تعطينا جزء بسيط جدا من المعرفة في الموقع نفسه. العظام اللي بتلتقى لا تمثل الموقع بشكل عام، تمثل جزء منه نسبة معينة منه، لكن على الأقل تعطينا فكرة ممكن من خلال دراسة معينة في البلد ومعرفة تقدر تأخذ فكرة عن عدد السكان بشكل أكثر، لكن الأهم عن توزيعهم وعددهم في كل فئة. تعطينا فكرة عن معدلات الوفيات، معدلات الولادة قديش، تعطينا فكرة عن متوسط العمر، معدلات الخصوبة وفترة طول الحياة لكل واحد فيهم وإذا فيه هجرات. أهم شيء عندنا اللي هو كمان الإنسان لما بدأ يأكل كمية عالية من الكربوهيدرات الناتج عن اللي هو الزراعة والحبوب، كمان أخلى قل الإنسان اللي بيأكل لحمة كان صياد يأكل لحمة أكثر من الإنسان المزارع. المزارع بيحافظ على الحيوانات بحطهم عنده بيستفيد منهم، لكن أقله أكلا للحمة هو، مع أنه عنده كمية كثير، عنده 10 رؤوس غنم 15 رأس، لكن بسخيش يذبح منهم، مش مثل الصياد اللي بالنسبة له بيمسك وبيأكل مباشرة. فبالتالي هو بتقل كمية اللحوم اللي بيأكلها مع أنه عنده عدد أكبر من الأغنام. بيأكل الدايري برودكتس، بيأخذ المنتجات الألبان بشكل أكثر، وأيضا تركيزه على الكربوهيدرات. فالتركيز على الكربوهيدرات عنده إشكالية تصورنا، والتركيز أيضا على المنتجات الحيوانية أيضا فيها إشكالية. إشكالية تتطاول أن الكربوهيدرات تعطي طاقة أكثر للعمل، لكن تعطي في مرحلة معينة بعض أمراض صحية اللي كنا بنعرف فيها، وخاصة التقليل من كمية الحديد اللي بتيجي من اللحمة كمان بتأثر كثير. إلا المنتجات الحيوانية جزء كبير منها ما كانش يطبخ بالفترة هذيك، ما كانش يغلى، وبالتالي كان يأخذ مباشرة ني، وأخذه مباشرة ني خاصة إذا كان جاي من الماعز جزء منه، وإذا كان جاي من بعض الحيوانات زي الأبقار في مرحلة لاحقة. كان في كثير من الأنواع من البكتيريا اللي بتكون موجودة بالحيوان لا تصيب الحيوان، لكن عندما بتنتقل للإنسان تتحول إلى إبيديميك، إلى وباء قاتل، خاصة التبركولوسيس اللي هو مرض السل. نيجي نشوف شو أنواع الأمراض اللي أخذها الإنسان خلال فترة العصر الحجري الحديث. أهم شيء الأنيميا. الأنيميا لما بتكون حادة بيكون عنده فقد دم عالي جدا، فبتكون حادة بنشوف إنه تضخم في الكورتكس تاعت الجمجمي. هذا بنقيس اللي هو سمك الجمجمي، هذه بتكون 3 إلى 4 أضعاف، ودائما السطح الخارجي بيكون مقشر. هذا بيعني إنه وضعه صحي سيء جدا، تركيزه كله على شغلات نشويات، ما عندوش أي نوع من توازن صحي في الأكل. النوع الثاني بيكون الجمجمي فيها سبونج بشكل عالي جدا، فهذا كمان بيكون عنده زي جزء من الاسقربوط، بيكون بعض المعادن والفيتامينات أيضا غير موجودة في غذائه. لا يعني الكل طبعا، لكن في بعض الأشخاص بتكون. لكن أنت من عدد سكان تقريبا 23 شخص أنك تلاقي حالات من هيك في العظام، يعني بيكون إنه النسبة عالية بالحالة. جزء ثاني بنشوف إنه محجر العين بتكون فيه عنا نقط كثيرة جدا، هاي بتدل كمان على وجود فقر دم اللي هو الأنيميا في الجسد. أما الثالثة فبتكون في عنا زي نوع من الهيجان اللي هو جاي عن زي بيريسولر، هيجان في الجمجمة في شكل الجمجمة الخارجي فيه، وبتكون تقريبا من نوع من الالتهاب الحاد اللي طالع كانها نسبة مخاطية، هاي بتكون كمان ناتجة عن فقر الدم والضغط بيكون عالي جدا في الدماغ. لكن الأهم بيكون دائما اللي هو السل. السل شو عنا؟ السل هو
بكتيريا بتسببها مايكوبكتيريوم توبركلوزيس. هي بتكون دائما بالبوفايد بالبقر، وتكون ايضا مرات مع الماعز. ففي البقر او في الماعز بتكون السترين تبعها شوي مختلف عن السترين تبع الانسان، لكن هي حامله هاي الحيوانات لهي الجسمين لكن لا تصاب بها. اذا الانسان شرب الحليب ميت، او بعض مرات في ثقافه معينه ممكن تقتل تذبح الماعز وتاكل الكبد تبعه بشكل مباشر. هاي بعلموني احنا صغار كانوا مختارين تاكلها بشكل مباشر وهي نيئه بدون طبيخ. فممكن تكون خاصه انه الكبد هو المخزن طبعا لمعظم عناصر الدم الموجوده، فبتنتقل للانسان. وهي بكتيريا عنيده ممكن تنام الديمومه تبعها فتره طويله جدا، وبالتالي تنشط مره اخرى وتصيب الانسان. يعني لو تصيب الانسان بتعمل اول شيء على منطقه اللي هو القفص الصدري اللي هي الستيرنم، بتصيبه بتيجي على المفاصل اللي فيها منطقه النخاع، تنتقل بعدها على العظام اللي هو الرقيقه اللي عندنا هنا اللي هي الاضلاع، ولاحقا تاتي الى العمود الفقري. لما بتكون العمود الفقري بتبلش تاكل النظافات من الداخل، وبصير تنتقل هاي المكان السوسابسس تبعها، تنتقل من واحده بتدخل بالثانيه. بعد ما تاكلهم شو بتصير الفقرتين هالشيء تمسك مع بعض، فبتصير ملاحظه مع بعض، بتصير الانسان جسمه يبني عظام ثاني بيعمل زي نوع من الروماتيزم. الروماتيزم او الليبينج اثرايتس بيبني العظم مشان يمسك الفقره عشان ما تتحركش كثير ما تتأذموش. فبتنتقل من واحده لوحده، هاي كمان مكان خروجها بعد ما حطمت الفقره. وهي نفس الشيء بتنتقل من هاي الفقره كميا بالمرور تبعها لفقره ثانيه. فدائما بتكون مرتبطه كليا مع نوع من الاثرايتس اللي هو الروماتيزم، الروماتيزم اللي بيبني العظم. نوع من الروماتيزم بتكون مربوطة فيه. طيب ليش مهم لنا؟ مهم لنا شغلتين. أول شيء وجودها لما تكون موجودة في فترة قديمة جدا زي إنه هاي القطعة من عين غزلان من فترة نيولوثيك بي إم بي. لما بتكون هاي موجودة بهاي الفترة تعطينا فكرة عن نوعية الحيوانات اللي دجنها الإنسان. طيب بالفترة هذه كنا بنعرف إنه البقر لم يدجن والماعز أيضا لم يدجن، كان في بداية تدجين اللي هو الخروف بداية تدجين شغلات صغيرة. كان في هناك شيء اسمه استئناس. الاستئناس كان انه حيوان مدجن مظبوط بيعيش مع الانسان، لكن العظم تبعه لم يتحول الى حيوان مدجن بشكل كامل. هذا كان للماعز، لكن البقر كمان كان في نوع من الاستئناس للبقر لكن ايضا مش مدجن. هذا بيعني انه كان الانسان قريب جدا من هذه الحيوانات اللي بيشرب حليبها بشكل مباشر. وهي اعطتنا دليل بالفتره ذيك عن اول اشكال الاستئناس عدا الكلب اللي كان مدجن طبعا معروف. أول أشكال الاستئناس البقري والماعز اللي بترجع لحوالي 7500 أو 7300 قبل الميلاد. هاي فكرة كانت مهمة جدا. اليوم عن طريق الـ DNA صرنا نعرف إنه بدأت فترة أطول شوي. دكتور عيسى عفوا على المقاطعة بس عشان الوقت. خمس دقائق بمشي؟ قرب خلص. أوكي تفضل. أكثر شوي. هاي الكريوستنم. هاي تقريبا الروماتيزم كلياتهم المقدار. طيب اهم شيء في الاسنان لان هذا مهم جدا. طبعا الانسان كان في عندنا شغلتين ثلاثه بالاسنان، جزء منهم كان تاكل الاسنان خاصه تبع على نوعيه الطعام، وفي نوعيه ثانيه بتكون اللي هو الضوء المينائي اللي هي الحزوز اللي بنطلع عليهم. هاي بيعني انه كل حز من هاي الحز بيكون نوع من المجاعه او نوع من الضغط او نوع من الامراض اللي كانت في الانسان بفتره حياه معينه له. من خلالها ممكن نعرف احنا اذا كان هذا أسنان لبنية نقدر نعرف حياة الأم وهو بطنها كيف كانت حياته، تعطينا فكرة عن أنها كانت مريضة، كانت إيش تأكل نوع معين من الغذاء الغير مفيد، أو كان في عندها ستريس ضغط جدا، أو كانت عندها مجاعة. فهذا اللي هو أسنان مش لبنية، أسنان ثابتة، لكن بتبين أنه بدأ عنده العملية هاي بعد تقريبا حوالي 3-4 سنين أو 5 سنين من حياة الإنسان بدأت عنده هاي القصص من المجاعة. التسوس طبعا صار اكثر لانه في عندنا اكل كربوهيدرات بشكل عالي. في عندنا اللي هو اللي هي اللي بسموه الهايبوبليجيا، هاي نفس الشيء اللي هي الاسنان. الانواع كمان من تاكل الاسنان بتدل على طبيعه اللي هو تاكل، هنا موجود كميه كبيره جدا من التاكل، والتاكل بيكون قوي جدا وحاد، مما يعني انه اكل شيء اكثر مش لحوم، اكل شيء في حبوب زراعيه، في حبوب قاسيه، لكن كمان عمليه التاكل جايه عن طريق اللي هو تحضير الطعام اللي بنطلع عليه. أنا بشوفه أكثر ثباتاً، لكن في تنوع هون في الطعام. الأخير هاي بنشوف إنه هاي الطاحوني مهترئة كلياً نتيجة الأكل الحاد جداً من الطعام. هذا النمط بيكون أكل ناعم جداً خفيف ما بيأثرش طبعاً على تأكل الأسنان.
طبعا هنا التهابات، لكن عندنا شغلتين ظاهرات هل بدي اركز عليهم، انه هذا النوع من التاكل الداخلي للاسنان، هذا النوع كمان تاكل ناعم جدا للاسنان، في خدود هذا تاكل داخلي ناعم، تاكل خشن، هذا بدل طبعا ناتج عن ايش؟ ناتج عن اللي هو الحرف، طبيعه الحرف اللي بتدلنا على هذا العمل. طبعا شفنا الاسنان، بنشوف احنا كمان في عندنا اللي هو اللثه قديش ملتهبه، لكن في عندنا اللي هو دنتال كالكولاس اللي تراكم على الاسنان كميه الاكل الموجوده السريع، تراكم الاكل على الاسنان بشكل كبير جدا لانه ما كانوا يفرشوا اسنانهم. فاخذت هاي اللي هي الدنتال كالكولاس حللته، طلع عندي بولين جرينز. بولين جرينز هاي اللي حبوب اللقاح، طبعا بالميكروسكوب هاي بنشوفهاش بعد التحليل. طلعت انواع معينه اللي هو عندنا يعني نبته الكيك اب، هذا كان في عندنا نبته للشعير بشكل اكثر للشعير، وهي تقريبا اللي هي الجرامينيه اللي هي النجيليات او كثير من الاعشاب النجيليه والحبوب النجيليه، منها القمح طبعا والانكور اللي كان موجود. طلع لنا شيء ثاني اسمه الفوتوليت، الفوتوليت اللي هي بتكون هو معدن بشكل اساسي بيكون بالتربه، لما التربه بتمتص الغذاء بتحول شكل الفيتوليت هذا اللي هو SiO4 الى شكل معين في النبته تبع لنوعيه النبته. ففي بعض النباتات بيكون زي الشعير بيكون في نبته بيطلع بهذا الشكل، بعضها بيكون اللي اسمها فيستوسايدات بيطلع زي المنشار كمان في هذا الشكل في انواع ثانيه من النباتات. هذا بيعطينا عن طبيعه النباتات اللي كان الانسان بياكلها بشكل مباشر. ف لا بدهاش اي تحليل، الانسان اكل هذا النبته وهي في فم، بعدها في فم ترسباتها في فمه. طبعا الاسنان وجدت فيها جزء منها الخشني كانت ناتجه عن استخدام الحرف لصناعه السلال، كان دائما يستخدموا الاسنان والفك او الفم جزء اساسي من اللي هو السحب من الاسنان من الصناعه. هذا اللي هو البوص، والبوص طبعا في نسبه عاليه جدا من السيليكات من الاسايتو، وهي طبعا بتؤدي الى عمليه تاكل للاسنان من الداخل، لانه خشن جدا المعدن اللي فيه السيليكات بحط الانامل تبع الاسنان. طبعا هون بنشوف اللي هو النمط الثاني اللي هو الفك ضخم جدا قوي جدا من كثر الضغط والاكل، لكن الاسنان غير مهترئه. المشكله وين هون؟ كان عندنا بالفك اللي هو الملتهب اللي هو الابيكوندايل تبعه. طيب نرجع لشيء ثاني مهم، شوف كيف تركيبتهم اللي هو صناعه الجلود، وهي الطريقه التقليديه لصناعه الجلود عند حجاتنا الفلاحين. طبعا المواد اللي هي بتدخل في الدباغه زي الرمان زي الكينيا وكلها نباتات قاعديه. بيدبغ الجلد، بعد ما يدبغ الجلد بعض الحروف او السير بيكون داخل الخيطان للاسنان، فالحت بيكون انه حتى الجلد نفسه هذا كان يمسكه ويحطه بالاسنان تدريجيا. المنتجات اللي هي الحيوانيه طبعا اللي هو الجلد، عشان بيعمل دماغه مشان الجلد، هاي الجلد عشان نعمل لها الشكوي للحليب، وهذا كمان في صناعته كانوا يستخدموا الاسنان اللي هي الناعمه هاي الاسنان في سحب الجلد. هاي الاسنان الناعمه، فهذا بيعطينا انه هذا الانسان كان يمسك بيعمل دائما الجلد بشكل اساسي. هلا الجلد اضعف من مين الاسنان، لكن النباتات المدبوغ من الجلد اللي مع الحركه من الميكانيكيه تعمل عمليه الحك، وهذا بيعطينا هذا الانسان شو الوظيفه تبعته، وهذا الانسان وظيفته السلال، هذا الانسان وظيفته الدباغه، وهذه الحياكي عم السنهي عشان نفس الشيء البروف تبع السن اكثر حياكي. هاي نوع النباتات والاكل. اوكي هذا اللي هي اللبن، وان المخضات اللي اجت بالفخار اجت متاخره طبعا، قبلها كانت بالشكل او الحليب بالجلد. طبعا بظاهره الاسنان كان في عندنا كثير من الاستريشن الخطوط الموجوده على الاسنان من الخارج اللي هي ناتج عن الضغط العالي لهذا الفك، فاخذت الاسنان تبعته طلع عندي عدد من هاي الاسنان الضغطه جدا. ومشان اعرف شو المشكله عملنا تجربه مع الاستاذ في جامعه اليرموكس محمد، فخبزنا طبعا خبز عيان، عملنا طبخه خبز عيان واكلنا منه، اكتشفنا انه كميه التاكل الكبير جدا اللي بتكون على هذا النوع من الاسنان ناتج عن انه الخبز اللي عجناه كان بيحتوي ذرات كثير جدا من الفحم القاسي جدا وذرات من التراب، وهي ناعمه ناعمه صغيره جدا تدخل مع الخبز، لما بتلوكها بتصير تتحرك بين الاسنان وبتعمل عمليه التقوير او التكسير لهذا الاسنان. فمعظم الاسنان الموجوده هاي مطلع انه كانت بالفتره الزراعيه، وكان اكلهم تقريبا من الكربوهيدرات من الخبز اللي بيدخل فيه كميه عاليه جدا من الجريتس او من الفتات الصغيره جدا
من الصخر الناعم، هذا ناتج عن الخبز بشكل مباشر في التربه، او ناتج عن استخدام الجاروشي او الطاحوني اللي ما بتكون من البازلت، بتكون تقريبا من اللايمستون، بتحط جزء معين من الصخور فيها، وهذا جزء من اللي هو الفود برودكشن او النظام الغذائي اللي كان موجود في العصر الحجري الحديث. كمان طول عنا خبز مشان اليوم. اخر واحد راح نشوفها اللي هو ظاهره معينه في الاصابع اللي ما كنتش موجود، هي عامله زي نوع من الالتهاب، لكن دائما في ضغط عالي جدا على تركيبه الاصابع. بعد فتره اكتشف انه كان جزء اساسي جدا من عمليه الجرايننج للطحن. المراه اللي بتكون في عمليه الطحن بيكون عندها مشكله في العمود الفقري ومشكله باصابع القدمين، اذا بنطلع على الاصابع بتعمل نوع من الالتهاب، نوع من الضغط العالي جدا لهم نتيجه العمل حوالي 5 إلى 6 ساعات كل يوم لتحضير وجبة الطعام. طبعا هاي الصورة مصرية بس هي للتشبيه، يعني تمثال هاي الستاتس مصر، لكن للتشبيه، لكن هي موجودة لعملية الطحن اليومي اللي تضاف على الجسم. يعطيكم العافية. شكرا دكتور عيسى على هذه المحاضرة اللي قدمت معلومات هائلة، كم هائل من المعلومات والمعطيات اللي ممكن استنبطها من خلال دراسة العظام. الآن ونظرا لضيق الوقت نفتح المجال مباشرة للأسئلة والنقاش، وأنا طرفي عندي هنا ثلاث. أبدأ بدكتور حمدان البي سي. ألو، مساء الخير. تفضل دكتور، تفضل. مساء الخير. أهلا. أنا ما بعرف إنه بيسي طلعت أنت ذكر. قربت لنا فكرة يعني العظام والموت أصبح موضوع يعني دراسي جميل. لا شك إنه هاي محاضرة شاملة وعرض رائع. أنا كنت أتخيل قبل إنه راح تكون شوية عن الأوستيولوجي، يعني العظام نفسها وما إلى ذلك، لكن واضح إنه العرض كان بكل الدلالات الخاصة بتطور الإنسان. لي الأسبوع الماضي تم الإعلان عن جائزة نوبل، وحصل عليها عالم سويدي أعتقد اسمه سفانتي بابو، وكان هو عالم يعني أحد علماء الشفرة الوراثية بصورة أو أخرى، وكانت الموضوع خاص بالشفرة الجينية لإنسان النياندرتال تقريبا، وأيضا في دين سوفان في سيبيريا. طبيعي مثل ما أشرت إنه الإنسان، إنسان ياندرثال وإنسان الهومو سيبينز تقاطعوا، وأعتقد فلسطين وجدت فيها الدلائل واضحة على تزامن عيش إنسان ياندرثال وإنسان الهومو سيبينز. واضح إنه تزوجوا أغلب الظن، وإنه نقلت صفات وراثية لإنسان ياندرثال نقلت إلى الإنسان. ما يبدو إنه هذا الكشف، بعرفش إذا طلعت عليه دكتور. لا والله ما طلعت عليه، بس شوفه. أنا بعرف إنه موجود يعني، بس ما طلعتش على المقطع الدراسي هذا بالذات، مش الكشف. أكيد يعني. إذا بتحول ليها بكون منيح. يعني نشرت كخبر. أعتقد إنه مثيرة للغاية، لأنه يعني في بيان جائزة نوبل إنه قام بعمل إعجازي في شك في فك شفرة الجينية لبشر منقرضين اللي هم أقارب الإنسان الحالي الهومو سابينز والمشار إله بإنسان ياندرثال. شكرا. لا مش سهل إنك تأخذ دي إن إيه من العظام، دائما ريبليكا بتنعمل، ومرات كثير العظام بكونش فيها، يعني مش دائما العظام بكون فيها. طبعا العمل جباري اللي قام فيه. شكرا. الكاميرا دكتور عصام لو سمحت اطلع بالكاميرا، اطلع من وراء الخبيزة.
من وراء حجاب. اوكي استاذ نظمي، استاذ نظمي تفضل. شكرا جزيلا ويعطيك ألف عافية. صراحة إنه هذا دراسة ومنهج، يعني زي ما ذكر دكتورنا العظيم دكتور حمدان إنه من أحلى الدراسات، يعني بالفعل يعني ما زلنا بشوق لو استمريت، لو الوضع كان جميل جدا. ما هو عصرني شلفقتهم بالأخير، شلفق عصرني عصر. لا بس كمان جميلة جدا، يعني صرنا نعرف اللي هاي، وهي جولة على عظام البشرية يعني بتاريخ البشرية. هلا أنا عندي مثلا السؤال، يعني هذا مش سؤال، يعني بداية يعني إنه أهم نقطة مرحلة بالفعل من الصيد للزراعة، يعني كانت أهم منطقة، يعني حتى الجمجمة الإنسان وشكله وأكله من الصيد للزراعة تختلف. وبعدين كما يعني اليوم زي ما بقول لك الزراعة الأجريكلتشر والكلتشر يعني صارت مع الحضارة والثقافة، يعني هي الأهم مرحلة لتطور البشرية. بس السؤال اللي عم بسأله، هل كانت عظام الإنسان هي نفسه بهذا الحجم اللي إحنا اليوم فيه؟ أم كان زي هالدراسات القديمة أنه الإنسان القديم كان حجمه كبير، ولا زمن الديناصورات، ولا زمن الهاي، يعني من هذا التاريخ؟ يعني إذا عم تعطينا بهاي النقطة، يعني هل كان نفس الحجم؟ يعني وقطع الروس هل كانت دينية أم من السحر وبيأخذوا بقول لك بشرب بجمجمته؟ يعني كانت بعض القصص التاريخية انه يخضر العداء. ايوه. بالنسبه لطول القامه، صعب انك تقول، في طول القامه ان كل الناس متشابهين زي بعض. يعني قديما كان في ناس طوال وفي ناس قصار، يعني النياندرتال كان ضخم، يعني انسان ضخم قوي مربوع، لكن لم يكن طويل فائق الطول، يعني كان طوله زي الاقصر بس كان مربوع القامه، كان ضخم. الكنعانيين كانوا طوال، إذا بدك تطلع على كانوا طوال، لكن كمان في فترة من فترات أنت بتشوف إنه في بعض المناطق بتكون حتى الإناث أضخم من الرجال في مناطق أخرى. فهذا له علاقة جزئين، العلاقة جزء منه وراثي، والجزء الثاني له علاقة بالتغذية كمان. أنت إذا بنطلع في دراسة عملت مثلا على اليابانيين قبل الحرب العالمية الأولى واليابانيين بعد الحرب العالمية الأولى اللي عاشوا في أمريكا، فبتلاقي إنه طولهم زاد حوالي 4-5 سنتي اللي عايشين في أمريكا عن اليابانيين قريبهم اللي ظلوا موجودين في اليابان، لأنه ظلوا معتمدين على نفس النمط الغذائي، بينما هذا تغير النمط الغذائي ودخل فيه عناصر كثير مختلفة اللي ساعدت الجسم لينمو أكثر. فلها علاقة ارتباط بين الجزء منه بيولوجي والجزء الآخر إنه تغذوي. صحيح، يعني حتى عنا بإسبانيا اللي عاشوا بزمن الحرب الأهلية كلهم قصار ومش عارف هاي، ولكن حديثا ما شاء الله الطول غير شكل. أنا لا أقصد على طول القامة بهذا، كان هل أحجام ضخمة زي الديناصورات كان الإنسان ولا ما كان؟ هذا السؤال. أضخم إنسان كان موجود هو النياندرتال كضخامة. النياندرتال كضخامة هو الأضخم موجود. كمان النياندرتال بيختلف بين النياندرتال الأوروبي والمحل اللي عندنا هون. الأوروبي كان ضخم جداً، لأنه كمان مع أنه كان متخصص غذائي لكن طبيعة البيئة كانت موجودة هنا، كان يعتبر قصير مقارنة مع الثاني وأقرب قريب للإنسان الجد الأول الإنسان العاقل، مع أنه أضخم شوي منه. شكرا. هو فيك سؤال الأستاذ نظمي قصده، هل كان إنسان عملاق دود 12 متر مثل ما رأيك في القصص الشعبية والتراث ولا ما كان؟ هلا في شغلة ثانية، ممكن تلاقي واحد اثنين، يعني أنا في متحف الإنسان بباريس حطيت فخذة هومو إيثيمر تبع واحد كانت وسطي، يعني بما معناه أنه طوله فوق 250. هلا في ممكن تلاقي شخصين مثلهم معين عدد معين، وهذا أنت بتعرف أنه بيكون مشكلة خلل في الغدة النخامية، وخلل الغدة النخامية إما بيكون عملاق أو بيكون قزم، فمش طبيعي بيكون. هو خلل في الغدة النخامية عند هؤلاء الأشخاص، يعني اللي بنوا الأهرامات ما كانوا عمالقة، يعني لا كانوا حتى زينا وأضعف منا كمان. شكرا. والعماليق الفلسطينية والرياض يعني. العماليق اسم معين، يمكن كانوا أقوياء بس اسم معين، لكن ما من هياكلهم هم زي الكنعانيين طوال، يعني زيهم زي الكنعانيين. طبعا هذه قصص أخرى. شكرا جزيلا. شكرا. أهلا وسهلا. أوكي شكرا. والله الآن الأستاذ جاد، تفضل يا أستاذ.
مساء الخير. تنور هلا. اهلا. شكرا على المحاضرة. بالنسبة في عندي سؤالين بديش أطول عليكم. السؤال الأول بالنسبة لتجصيص الجماجم في أريحة، هل ممكن أنهم كانوا يعتقدوا، طبعا هو يبدو أنه واضح أنه طقس ديني، طقس عبور، هل ممكن أنه كان الاعتقاد أنه في الجمجمة تكمن الروح أو يكمن العقل؟ هل الاعتقاد هذا كان سائد أريد أنه في الجمجمة هو جوهر الإنسان أو عقله وروحه؟ هذا أول سؤال. ثاني سؤال حبيت أسأل، أنا فكرت كمان العظام راح يكون كمان العظام الحيوانية، لأنه كنت حبيت أسأل إنه لأنه معظم التلال الكنعانية لم نجد فيها يعني عظام خنزير، فإنه كان عدم أكل الخنزير شيء متأصل في التراث الكنعاني والفلسطيني، بدليل مثلا تل مجدو موقع الالترز والهياكل اللي عمره اكثر من نفس الموقع 1500 سنه، لم نجد مثلا الا عظام الخروف والماعز والبقري. فكان السؤال انه كيف انه طبعا هو يعني اكثر شيء انه كيف ان عظام الخنزير او عدم اكل الخنزير كان شيء متاصل في الفلسطين، بل هو في كان هون علاقه ثقافيه، يعني انه بالار ان ايج كل موقع كانوا مثلا يلاقوا انه فيش في اكل خنزير يعتبر كدليل اثني، مع انه انا وجدت انه عدم اكل الخنزير هو شيء متاصل في الفلسطين يدل على وضع اجتماعي او عاده اجتماعيه، فممكن تفيدنا يعني بهذا الشيء. وفي كمان نقطه بس صغيره، انه في تل مجد برضه لقوا عظمه في نفس منطقه الهياكل، ديفيد اوشيسكن واسرائيل فانكشتين لما حفروا لقوا عظمه نمر وعظمه اسد في النفس، فبعرفش كيف لقوا عظمه نمر هل يدل يعني انه كمان على انه وجود حيوانات مفترسه بالفتره الليت برونز او كان ميدل برونز الليت برونز، انه كان فيها قد في حيوانات مفترسه في فلسطين؟ وشكرا. شكرا لأسئلتك المهمة. ببدأ من آخر سؤال لك اللي هو الحيوانات المفترسة. فلسطين كان فيها حيوانات مفترسة، على الأعداد اللي فيها ما بنعرفش الأعداد، لكن إذا تأخذ إلى قصة في دير حجلة، الراهب في دير حجلة كان عنده أسد، كان قريب من الأسد، يعني بما معناه القصة حتى وقت مش بعيد كانت موجودة متداولة، فقصة الحيوانات المفترسة كانت موجودة، ولحتى الآن بنلاقي في ضباع عندنا في حيوان مفترس، بعض الثعالب الموجودة موجودة يعني فيهم. بنجي على الثاني هو قضية الخنزير. لا أعتقد أنا أنه كان كنعانيين ما يأكلوش خنزير، هاي شوي يعني عدم وجوده في موقعين لا يعني أنه بالمطلق هاي قاعدة. لأنه في سباستيا مثلا كان موجود. في القصر موجود قصر إرهاب بن عمري كان موجود. هلا مش كثير بعيدين عن الكنعانيين، اذا بتحطهم في اطار الكنعانيين او اذا بتحطهم في اطار الدين التوراتي كمان مش بعيدين بهذا الموضوع، هذا موجود، فوجوده لا وجوده بينفي، هل بينفي الاثنيه مثلا او عدم وجوده بينفي الاثنيه؟ شوي صعبه نقدر نعرف انه مرتبطه في موضوع الخنزير. هل كان يربى الخنزير؟ كان يربى الخنزير في المنطقه هاي. هلا كان اذا ما كانوش ياكلوه ليش كانوا يربوه؟ لا يحلب يعني. فكانوا يتاجروا فيه مثلا، كانوا يعملوا فيه دهون معين، ما يعني ما عندي فكره. على عدم وجود عظام الخنزير في مكان ما لا يعني انه ما كانش فيه، ممكن عمليه التنظيف، واذا بنعرف احنا بالحياه التقليديه الشعبيه الفلسطينيه لما الناس تاكل لحم مش عارف ايش بيلموا كل عظام وفي مزبله معينه بحطوهم فين، وبعد فتره بنقلوا كل المزبله على الارض، فلف حوالين الدار بتلاقيش ولا عظمه، فهذا لا يعني انه عدم وجود داخل الموقع انه مش موجود. بالنسبه للسؤال الاول بس في بس ممكن في كثير مواقع لم نجد فيها عظام الخنزير، وكمان مثلا موقع تل مجد وموقع مركزي انه 1500 سنه نفس الموقع فقط خروف وماعز وبقري، يعني انه مش يعني في عندنا تراكم حضاري وثقافي اللايرز لم يوجد، يعني هو موقع مركزي ولم نعثر فيه على عظام خنزير. بس في مواقع ثانيه ممكن يكون فيه، انا قلت لك هي مش بعيده سباستيا فيها خنزير،
بالحفريات كان موجود يعني، بس بشكل قليل يعني، يعني تم العثور عليه بشكل قليل، انه يبدو انه عدم اكل الخنزير كان بشكل نادر جدا يعني، انه يعني عادي اجتماعيه، يبدو انه اكثر من انه تكون عادي اثنيه. انا ما بقدر اربطها بهي الشغله، انا مش متخصص بعظام الحيوانات حتى ما اقدر اربطها بهي الطريقه، لكن انا بعرف انه كان يؤكل، كان موجود في بعض المناطق، في موجود عندهم. قديش النسبي؟ قديش يعني اذا في حاله معينه في مجده باخذهاش كقاعده، باخذ مجده كحالته الخاصه فيها. السؤال الاول كمان ذكرني باول واحده، اول نقطه سؤالك. بالنسبه لتجصيص الجماجم. هلا تجصيص الجماجم، انا لا اعتقد انه كانت قضيه الروح في الجمجمه وقضيه عامه. لو كانت قضيه عامه كان كل الناس جصصوا جماجمهم. فاحنا بنشوف ان النسبه الموجوده نسبه قليله. اولا في كل المواقع في العصر الحجري الحديث في عندنا تقريبا كل 61 جمجمه ل 70 جمجمه مش اكثر، وبتاخذها انت من تركيا لحد منطقه جنوب فلسطين، لحد فلسطين يعني. فمواقع محدده تقريبا ما بتصلش ال 10 مواقع اللي فيها كل الحالات. الشغله الثانيه انه لو كانت هاي ظاهره عامه دينيه عامه، طقس ديني عام للكل، كان بتلاقي كل الناس بيعملوها لانه هي طقس ديني عام. مثل هاي التحنيط في مصر في نفس الشيء، كان فتره من الفترات مخصص للفراعنه، تدريجيا بدا يتوسع، لكن هاي لم تتسع بل انقطعت فتره من الفترات انقطعت. هلا هي طقس ديني ممكن، معروف انه طقس ديني، لكن في عليه القوم في خصوصيه خاصه في هذا الطقس الديني، هو مش طقس ديني عام، هو طقس خاص. شكرا. شكرا دكتور محمد، تفضل. يعني في البداية شكرا لدكتور عيسى على هذه، أقول أنا، المحاضرة الشافية والوافية يعني، شكرا جزيلا، وهي توثيق هام جدا صراحة في هذا المجال. فقط في البداية إذا سمحت لي دكتور عصام، إشارات بسيطة، ذكر الخنزير من قبل الأستاذ جاد، يعني الخنزير كان معروف يعني في الشرق القديم خاصة بلاد ما بين النهرين. هل المسألة قد يكون في بعض المناطق غير شائع كثيرا، لكن فقط أحب أن أشير إلى أنه في نقش ورسم جديد من القرن الأول الثاني الميلادي اللي نسميها نقوش صفائية، فيذكر الخنزير مع رسم دلالة على أنه موجود ولكنه غير شائع. يعني نقش واحد في الجزيرة، بعرف أنا جنوب الجزيرة في عندنا تماثيل طينية واحد، يعني تمثال واحد أو شيء هيك، لكن غير شائع لا نعرف. بالنسبة للأسد، يعني جاء سؤال عن الأسد والحيوانات البرية. حسب ما بعرف أنه آخر أسد شوهد في المنطقة في تدمر في بداية الأربعينات، كله مع قناة السويس توقف، لكن على ما يبدو في فلسطين عبر التاريخ يعني هذه الحيوانات البرية كانت موجودة. يعني سؤالي للدكتور عيسى، أين نضع الاكتشاف الجديد الذي تم في المغرب 2018 اللي هي الهومو سابينس، اللي هو الفريق الفرنسي الألماني اللي قالوا هومو سابينس تقريبا 200 ألف، الاكتشاف هذا الذي حصل. والنقطة حقيقة يعني كيف دخل الإنسان العاقل باتجاه فلسطين؟ هل كما يشاع أو يقال أنه عن طريق باب المندب، أو أنه هذا الاكتشاف الجديد من المغرب أنه غير الطريق؟ طبعا هذه الاكتشافات دائما تغير يعني المعطيات المعروفة، أو أنه كان هناك أكثر من إنسان عاقل يعني. أنت أعرف، إحنا ما يعني نجتهد في هذه المسألة. سؤالي الثاني اللي هو إلى أي حد تم دراسة العظام التي كشفت في مواقع فلسطينية في الضفة وغزة يعني بهذه السنوات الأخيرة؟ هل هناك من اكتشافات وهل تم دراستها وتوثيقها؟ وشكرا مرة أخرى لهذه المحاضرة الشافية والوافية، تسلم. شكرا.
كمان مرة بيجي من النقطة الثانية. النقطة الثانية في إدارة الآثار بالذات عندهم كثير اكتشافات لكثير من المقابر. هلا تدرس أثرياً لكن لم تدرس بشكل جدي اللي هو أنثروبولوجيا. ما عندناش دراسات أنثروبولوجيا اللي بالغالب هي تدرس أثرياً بشكل أساسي. نرجع لموضوع المغرب. في جانبين في الموضوع هذا. الجانب الأول إنه الإنسان العاقل لم يكن الأول في المغرب. كان عندنا هناك الهومو إريكتس موجود في جبل إرواد، موجود بالجزائر وموجود حتى بالمغرب. فالمنطقة هذيك تقريبا الحد الأطلسي كان موجود اللي هو من بقايا الهومو إريكتس وامتدادات الهومو إريكتس. هل إنه حاول يطلع على أوروبا من هذه المنطقة؟ كانت صعبة بالفترة هذيك لأنه ما كانش تقريبا أي طريقة نقل، أو ممكن كمان إذا في، بس يعني حتى الآن فيش عندنا دلائل تقول إنه الهومو إريكتس انتقل من هذه المنطقة. بالنسبة للإنسان العاقل ليس بالضرورة إنه قفزي يكون من الأساس جاي من نفس الإنسان اللي طلع من جنوب بيطلع في المغرب أو طلع من أواسط أفريقيا. بأفريقيا في الخلطة عالية جدا، بأفريقيا غير عن نوعها من الثاني، خلطة من الأجناس بشكل كبير جدا تبع عن طبيعة البيئة اللي كانت موجودة. فانتشر الإنسان اللي هو موركتس بكل أفريقيا أكثر طغى، بعدين انتقل من أفريقيا لجاوة بنطلع على، وانتقل كمان ل شكوتين لحد الصين. فالإنسان الهومو إريكتس عاش أطول فترة ممكنة عاشها هذا الإنسان، لكن آخر فترات من كثر الانتشار تبعه دائما كان في شغلتين، كان في تخصص بيئي أو في تفاعل بيئي مع المناطق المختلفة اللي انتقل إليها، وكان في طفرات، وطول المدة دائما الطفرة تظهر مع طول المدة. فبنطلع على إنسان شكوتين، بنطلع على هايدلبرغ اللي هو جزء من الهومو إريكتس مثلا قديش تطور هايدلبرغ، وبنشوف كمان شتاينهايم قديش تطور. إذا بنطلع هذا بقارنه مع الهومو إريكتس ومن نفس السلالي، لكن هو مش هومو إريكتس، بنشوفه مختلف كليا، لكن هو من نتاج نفس الإنسان اللي طلع على الصين واللي طلع بهاي المنطقة. ففي طفرات هناك بدأت مع طول المدة وتأقلم البيئي وتنوع البيئي تأخذ مجراها. بأفريقيا كمان الإنسان العاقل طلع حوالي 250 ألف حتى في وسط أفريقيا، لكن كان في نمطين، في نموذجين مهمين جدا. في نموذج الهوبيت بسموه، وهو هنرجع للدكتور نزبو، هو قزم لكنه كمان شكليا إنسان عاقل كامل متكامل، لكنه قزم قصير القامة. هذا نوع من الهوبيت، وكان موجود تقريبا في فترة معينة من فترات اللي هو الهومو إريكتس. الخلطة الموجودة بين نوعيات معينة بسموهم الأركيك سابينز الفنتش فيد زي السوبولير، في هذول الصفات معينة متحسنة من أيام أواخر الهومو إريكتس متحسنة. ففي نوع كمان من نوع من الطفرات الموجودة والخلطة الموجودة في المنطقة بدأت تطلع لنا في الإنسان العاقل أنواع شوية هي متشابهة نوعا ما، لكن فيها شوية اختلاف عن بعض البعض، وبتنتقل من مكان لمكان. إحنا في موجود عندنا تقريبا اللي هو الإنسان العاقل 110 ألف سنة، لكن بأفريقيا كان حوالي 250 ألف سنة. دكتور عصام، سؤالي استفساري لو سمحت. أنا سؤالي لم يكن عن الهومو إريكتوس. أنا عم بحكي العاقل. أنا عم بحكي الجد الأول للإنسان، الجد الأول للإنسان العاقل اللي هو عندنا 110 ألف سنة تقريبا في قفز بدأ موجود بأفريقيا 250 ألف قبلنا. إي بس أنا حسب متابعتي، يعني عفوا متابعتي لهذا الاكتشاف بال 2018 إنه الفريق الألماني والفرنسي قال 200 ألف هومو سابينس، وأقدم اكتشاف حتى الآن أنا ما يعني لا أفهم المسألة، وصار الحديث عن الطريق باتجاه الشرق وأوروبا، فالحديث ليس عن هومو إريكتوس، الحديث عن هومو سابينس. يعني هذه اللي أنا كنت بدي أفهمها منك. لا لا، لما جبت الهومو إريكتوس كنموذج أنا حكيت إنه المنطقة ما كانتش خالية، بما معناه إنه الإنسان ما انتقل للمغرب من مكان من وسط أفريقيا، مش بالضرورة تكون هيك، إنه كان موجود هومو إريكتس، كان موجود مجموعات موجودة في نفس المنطقة. هلأ في أفريقيا صارت طفرات متنوعة من مكان لمكان حسب طبيعة البيئة الموجود والضغط الموجود، فبدأت تظهر عندنا مجموعات مختلفة. أنا متفق إنه الإنسان عاقل، بس وفي الإنسان العاقل في أفريقيا أقدم من الإنسان العاقل اللي موجود عندنا.
بس هل اكتشاف المغرب مهم او غير مهم؟ لا مهم طبعا، فيش شيء مش مهم، لانه الفرنسيين يعني باعوها على اساس انه هذا اهم اكتشاف لتطور الانسان، يعني بغض النظر عن الخلفيات ومن اين الطريق باتجاه الشرق والاخري، يعني ماذا ترى انت في هذا الاكتشاف؟ اوكي، انا تجربتي مع الفرنسيين بتقول هيك. اولا الاكتشاف مهم لا شك فيه، زي مهم جدا، لكن الفرنسيين فتره من الفترات وبالذات جامعه بوردو اللي بيشتغلوا بهذا الموضوع، لما طلع عندهم اللي هو الكروم ماجنوم في 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 فرنسا، عملوا ضجه في العالم كله انه احنا اصل الانسان، بما معنى احنا شعاع اللي هو الانسان العاقل، وصارت قضيه حوالي 10 سنين عندهم والانسان العاقل طلع من فرنسا. فما بخلش عن القضايا اللي هو الاعلاميه تبعتهم جديد السعاني، هذا بده دراسه اكثر، لكن هو مهم طبعا لانه بيتبع اللي هو عمليه التتبع اللي هو الاصل الانسان منين. احنا كنا نعرف زمان انه اقدم شيء عندنا اللي هو قفزي، لكن الحين صرنا نعرف انه لا، في 200 سنه 250 سنه قبل السعف الافريقي. هلا المغرب مهم ووسط افريقيا مهم، لكن هل انتقل؟ ما اعتقدش انه انتقل على اوروبا من هناك، ما بنعرف. اوكي شكرا استاذ فيصل. فيصل ذكرنا، تفضل استاذ فيصل، تفضل. يسعد مساكم. هلا اهلين. شكرا دكتور عصام، وكل التحيه للدكتور عيسى على هاي المحاضره القيمه. الحقيقه جزء من سؤالك اساله للدكتور محمد حول عمل دراسات حول العظام في فلسطين، خاصه انه احنا كثير طرقنا لدراسات جينيه خاصه في الموضوع التحليل الحمض النووي واعتماده على موضوع الرفات والعظام بشكل اساسي، خاصه دراسات مقبرة عسقلان وإلى آخره وما شابه ذلك. أنا بدي أسأل سؤال، يعني هل هناك مشروع فلسطيني في الأفق لعمل مثل هيك دراسات؟ وتطوير للسؤال دكتور محمد، وهل هناك العمل أي إشي مقارن ما بين الفترة النطوفية أو الكبارية وما بين الفترات اللاحقة وصولا للإنسان الفلسطيني حاليا؟ شكرا. نعم شكرا على السؤال. أول شيء من فترة طويلة أنا بحلم في مشروع زي هيك. أنا مش متخصص في الجين، بشتغل فيها شوي بس مش متخصص جينيا، إلا أقعد أحلل بما معناه كداش اللي هي النسب في الجينيات والخلطة الجينية الموجودة، لكن أنا مستخدم دراسة الجينية كثير جدا في عمل التتبع. عندي كان شغف كبير جدا نتبع مثلا إنه ناخذ انه الفتره البرونزيه نربطها مع اهم شيء مع الكالكوليتيك، ونشوف انه هل اللي هي الحضاره العصر البرونزي تبعنا مرتبطه مع الكالكوليتيك بشكل كبير جدا بين الناس. هاي دراسه بدها شقين، بدها شق تشتغل على العظام الانسانيه من ناحيه جينات ومن ناحيه انثروبولوجيا من جهتين، لانه في كمان النون متريك تريت مهم جدا في هاي الدراسه، والجزء الاخر بيجي من ناحيه اثريه. كمان ممكن نتبعها كمان لورا شوي نشوف انه كل بلشوا لنا نغم جديد عن النطوفيه، هل احنا كمان نرجع جذورنا للنطوفيه والعصر الحجر الحديث مثلا. فالتتبع هذا جدا مهم لنربط زي ما احنا ربطين بالماده الحضريه عمليه الاستمراريه الثقافيه، احنا ممكن نشوف كمان عمليه الاستمراريه البشريه واذا في عنا نوع من الهجرات وعمليه التنوع تبعنا كيف جاي. طبعا مشروع زي هذا ضخم جدا، بدك تشتغله على الاقل 5-6 سنين، بدك كمان مصدر مالي عالي جدا لانه في تحاليل كثيره جدا وفي شغل كثير. جامعاتنا بتوفرش، كمان مؤسساتنا بتوفرش، ممكن مبلغ ضخم جدا يروح في موضوع روايه وموضوع مطعم وموضوع هيك بروحين، بس انه تيجي تشتغل فيهم صعب. فاحنا اذا حدا عنده قابليه يتبنى معي هاي الطريقه انا جاهز وبشتغل وما عندي مشكله، وانا حابب زمان هذا المشروع، بس بده حدا يقدر شو لنا رئيس وزراء يعطينا تمويل. كل الاحترام دكتور. اوكي شكرا استاذ احمد دبش، تفضل. يسعد مساكم. اولا هذه محاضره قيمه جدا، وبعتقد ان هي بترسل اساس لكتابه تاريخ فلسطين بناء على ماده علميه محترمه خارج اطار روايات اللي عم نسمعها. شكرا كثير لك دكتور، وعندي بعض الاستفسارات. اولا الهورموكوس أو الإنسان المنتصب القامة كان أول وجود له في فلسطين، تقريباً اختلف العلماء حول تحديده،
من 1,700,000 سنة لمليون و200,000 سنة ل700,000 سنة بين أور، بين العالم فرانسيس أور وبين سلطان محيسن وغيره من العلماء. اختلفوا في تحديد التاريخ وجوده، لأن اللي كان موجود بقايا جمجمة ما قدروا يحسموا إيش اللي كان موجود تحديداً، وبناء على المواد اللي موجودة قدروا يحددوا إيش اللي كان بيتغذى كيف هذا الإنسان. هذه نقطة أكمل. والنقطة الثانية اللي هو الزواج أو التزاوج بين الإنسان العاقل والإنسان النتندرياني اللي صارت فيه في فلسطين تحديداً، قصة عند العلماء الصهاينة، ما بحبش أقول الإسرائيليين، أما قالوا لا في إنسان يسبق إنسان، يعني تفاجئوا بوجود الإنسان العاقل قبل الإنسان النتندريال، وصارت ضجة. هل الإنسان العاقل هو امتداد للإنسان منتصف القامة مش امتداد للإنسان النتندريال؟ وهل تمت مذابح أو حروب بين الإنسان السابق لإنسان العاقل والإنسان العاقل؟ ويمكن نناقش جزء منها الدكتور سلطان محيسن في أحد كتبه، يعني على ما أعتقد. النقطة الثالثة، أنا أعتقد أن أغلب البحوث اللي قريتها يمكن في المجلات العلمية تتحدث أن الإنسان العاقل وصل إلى أوروبا عبر فلسطين وليس العكس، مش عبر أوروبا، مش عبر أفريقيا، وتحدث عن صعوبة وصول الإنسان العاقل من هذا من أفريقيا لأوروبا، وقال لك السهولة الأكثر وصول الإنسان العاقل من فلسطين لأوروبا. بس هنا في نقطة مهمة جدا، إذا كان الشرق هو منبت الإنسان العاقل ووجود الإنسان العاقل، ليش ما فيش أي أثار كرسومات زي اللي موجودة مثلا بأوروبا، بالكهوف في أوروبا، بين فن الإنسان العاقل فيها بطريقة كتير واضحة للعيان؟ بالعلم بالشرق ما فيش رسومات بتوضح الإنسان العاقل على الكهوف، يعني أو نادرة، يعني أنا بعتقد من قراءاتي ما شفت رسومات، يعني ما في إجماع إن في له نوع من الفن ظهر في الشرق قد ما ظهر نوع من الفن في الغرب. النقطة الأخيرة، معلش، الإنسان منتصر القامة، أغلب الدراسات أيضاً اللي قرأتها يتحدث اللي هو وجد في فلسطين، اللي هو خارج، يعني الوجود الأساسي له في فلسطين خارج أفريقيا، ما وجد في خارج أفريقيا إلا في فلسطين. وتحدث العلماء عن طريقين، لإما أجا عن طريق باب المندب، لإما أجا عن طريق مصر باتجاه فلسطين. هذه الاستفسارات اللي بدي منك إجابة إلها. ونقطة أخيرة، معلش آسف للإطالة، قصة طوال القامة، ما الدكتور نظمي، احنا متأثرين بقصة عوج بن عناق التوراتية اللي دخلت للتراث الإسلامي ودخلت عند الباحثين العرب للأسف الشديد. هذا الرجل الضخم البنيان اللي كان بحط إيده في البحر بيطلع السمكة ويشويها على عين الشمس وبيكلها، هذه قصة دارجة. وللأسف مواقع السوشيال ميديا كلها عم بكبروا الجماجم اللي موجودة عشان يثبتوا أن كان هناك إنسان عملاق في الفترات القديمة. شكرا دكتور، وألف شكر لمحاضرتك القيمة، كتير استفدنا منها. طيب خليك معي، لأنا حطيت لي 5 نقاط مشان نركز فيهم واحدة واحدة. نرجع آخر واحدة اللي حكيت عن الهومو ركتس، قضية الانتشار، كان نربطني الثنتين الهومو ركتس مع بعض. الهومو ركتس فلسطين مزبوط وهي معبر، لكن انتقل لأكثر من مكان مش بس فلسطين. يعني المعلومة هاي إنه فلسطين فقط هاي مش دقيقة، لأنه الهومو ركتس وبالذات أكثر واحد بدائي، حتى أكثر بدائي من في أفريقيا، كان موجود في جزيرة جاوة، في أندونيسيا، في جاوة، واللي اشتغل عليه واحد هولندي تقريبا، فشغل كان دائم بشكل هذه المنطقة وهو موجود هناك. في عنا كمان هومو ركتس موجود في الصين في كهف شوكوتين، وكان هذا أضخم كهف موجود في حرائق للنار أو بقايا رماد للنار. بعدها تطور الهومو ركتس في تطويرات محلية هناك في الشمال في المناطق. هل هو أسبق من فلسطين؟ معلش دكتور أنا آسف، هو هل اللي وجد في الصين وفي بعض المناطق أسبق من الإنسان اللي وجد في فلسطين بالتاريخ؟ هلا بقدرش أقول لك أول لا، الموجود أكثر بدائي، خلينا نحكي تبع أندونيسيا، أكثر بدائي، تاريخه أقدم من فلسطين حسب التاريخ، لكن بالفترة هذيك عملية التاريخ غير دقيقة. حتى لما اشتغلت في فلسطين في اللي هو بقية البقايا من الهيكل الحبت الصغيرة اللي كانت موجودة، كانت التاريخ، قضايا التاريخ والكربون ما كانش شغال عليها بشكل دقيق، فما بقدر أقول إنه هاي موجودة، أو إنه على الأقل هذا ظل في بقية إيش، لأنه الهجرات اللي مر فيها الهومو ركتس ما كانتش هجرة واحدة أو واحد، كانت مجموعات بتنتقل، مجموعات بتنتقل بتروح بتيجي محلها مجموعات، فهذا ممكن كان جاء في مجموعات متأخرة، ممكن كمان هاي ممكن. فلسطين ما فيش عندنا اللي هي جزء من قطعة، الموقعين الثانيين موقع فيه لبقايا النار الرمادي اللي هو في وادي خلتون في مغارة مقطفة، والثاني في جسر بنات يعقوب ومعظمه أدوات،
ما كانش في عندنا اللي هو البقايا العظميه للانسان. بسوريا مش موجود، فبعتقد انا اللي هي الكتابه تاع الدكتور سلطان المحيصن تاع فرانسيس او شوي قديمه من فتره قديمه جدا، كثير معالم تغيرت من فتره كتابه، لانه وانا بالبكالوريوس يعني قرات كتابه فما جدش عليه جديد، تغيرت الدنيا كثير من بعدها على 30 سنه، ففي كثير تغييرات هامه جدا، وبالذات هذا النوع من الدراسات كل فتره بيطلع شيء جديد بيقلب كل المعادله من اول وجديد. كمان ذكرني في شيء ثاني حكيت من الاسئله، التزاوج بين الانسان النتدريال والانسان العاقل. الباحثين حاولوا يحكوا ان كيف يعني الانسان العاقل اسبق من النتدريال، يعني في بعض الباحثين وقالوا ان الانسان العاقل هو امتداد للانسان السابق للنتدريال. هلا الانسان العاقل اقدم من نياندرتال، هاي شوي كانت قديمه كمان، نفس المعلومه كانت قديمه، كان يعتبروا انه النياندرتال كان جاي حوالي 75000 سنه ل 80000 سنه. اليوم لا، موجود عندنا مثلا في الطابون وموجود في الجبل القفزي، كان متزامن كليا حوالي بين 90 ل 95000 سنه مع الانسان العاقل ومتزامن. كمان كانوا يعتقدوا انه باوروبا الانسان العاقل اللي هو النياندرتال بيرجع لحوالي كمان 60000 سنه، والانسان العاقل اجى بعده بما معناه، عشان هيك بتكون لان الكروماجنون في اوروبا اجى تقريبا بين 45 ل 50000 قبل الميلاد، وبالتالي قدر يقضي على النياندرتال. هاي كمان شوي مش دقيقه، والانسان العاقل ما كانش حامل السيف، طيب بس وين ما نشوف نياندرتال روح يقتله، مش دقيقه العمليه. نياندرتال الاوروبي كان متخصص بيئيا اكثر، تركيب جيني كان متخصص في البيئه وبيعيش في المناطق اللي دائما اكثر بروده، فكل ما تغير المناخ في خاصه في فترات اللي هو الانحسار الجليدي، فترات الانحسار الجليدي صارت الانحسار الجليدي صار يتغير نوعيه الطعام تبعه، البيئه بدات تتغير، النباتات تتغير، الحيوانات اللي بيعتمد عليها كانت تطلع شمالا مع البرد، فهو كمان يظل مسند وراء الحيوانات لانه هذا مصدر الغذاء تبعه، مصدر البروتين تبعه، فكان هو يمشي كمان وراء القطعان يظل ماشي فيها ويترك المناطق الجنوبيه اللي قريبه من سواحل البحر، وبالتالي كان الانسان العاقل يحل محله تدريجيا لانه كان بيقدر ياكل متنوع، طبيعه الغذاء تبعه تكون تنوع عالي جدا، فهذا الموضوع اكثر يعني ممكن يكون في عندهم شويه قتال صغير بين هان وبين بين مجموعه صغيره ومجموعه صغيره القتل او شيء مش معقول، اما مش الانسان العاقل قام وقضى عليه لانه بهي الطريقه. كمان قضيه اللي هو الخلاف الخلفي او بمعنى اللي هو نسبه الولاده او الخصوبه كانت عند الانسان العاقل اعلى منه من عند النياندرتال، عشان هيك بنلاقي احنا كثير من جينات النياندرتال اليوم في مناطق اوروبا الشرقيه من سيبيريا والمنطقه الثانيه وفي مناطق في روسيا ومناطق في اوكرانيا، وفيها اللي هو الامتداد الجيني للنياندرتال اكثر من اوروبا الغربيه على اساس تكمل مع التقزيم، بينما عندنا فلسطين لا، لانه كان في نوع من التعايش، هذا لا يعني انه ما كانش في كمان صراعات، لانه حتى بين في مجموعات المزارعين مع الصيادين كان في صراعات دائمه، لا يعني انه ما كانش بالمره بالمطلق، لكن كان في تزاوج وكان في تعايش وكان في كمان اختلاط جيني، خلينا نقول اختلاط جيني بين التنين لفتره طويله. بالنسبه للرسومات اللي طلع فيها اللي قضيه الكروماجنون المتاخره، موجوده في ثلاث مناطق في اوروبا، موجوده في فرنسا واسبانيا وموجوده في ايطاليا، لكن بالشرق موجود، عندنا يعني اذا بتطلع على صحراء الجزائر وصحراء ليبيا بشكل اساسي في توثيق لفتره النيوليثيك بالذات وفتره اللي هي الابر العصر الحجر القديم الاعلى، في توثيق لهم كثير جدا بالرسومات في ليبيا، يعني من الرسومات صرنا نعرف انه كان في افارقه بما معنى صور افارقه فتره النيوليثيك اللي كانوا هم السائدين في ليبيا وطبيعه اجسامهم وطبيعه اطوالهم وطبيعه الصيد تبعهم، ففي رسومات ممكن تكون متأخرة عن الموجود في أوروبا لكن فيه تطوير الفني كان موجود. إذا سمحت أعتقد أن جاوبت، أقول في شغل عندك ناقص بس لا تمام دكتور، شكرا كثير لك، أجبت على كل شيء. ممكن ملاحظة فقط دكتور؟ تفضل دكتور تفضل. شكرا مجددا، فقط بالنسبة للسؤال اللي سأله الدكتور محمد و فيصل حول الأبحاث الخاصة بالعظام، دراسة العظام، أعتقد أنه هو خط بحث جديد يعني في فلسطين، ودكتور عيسى هو أول مختص في الأنثروبولوجيا يعني في بالفيزيكال أنثروبولوجي على مستوى البلد، وهذا يشي ببدايات متأخرة، رغم أنه الاهتمام بالدراسة الحيوية للعظام
في تاريخ البحث الأثري في فلسطين أيضا جاء متأخرا، وربما أول دراسات كانت في الخمسينيات في إطار تنقيبات كاتلين كينيون في السلطان. عدا ذلك كانت هناك دراسات وصفية أو لا يعتنى كثيرا بالمواد العظمية، والمواد اللي حفظت تبقى مادة للدراسة بالتأكيد. في مجال دكتور الصوت عندك ضاع، إذا بتعيد الجملتين الأخيرتين لأن الصوت أوكي بعده معلق النت يبدو عنده وقف. خذ سؤال ثاني وارجع له سيكلو وقف على آخر. طيب خلينا نشوف تشات لحد ما يرجع دكتور حمدان. في سؤال من الأستاذ خالد بندك، ماذا تقول عن الجماجم التي وجدت في مسعدة إبان فترة اختباء الثوار في مسعدة وحضارة الرومان لهم التي انتهت بانتحار الثوار جميعا؟ تفضل دكتور عيسى. يا هلا والله صعب علي شوي. ما بعرفش الجماجم الموجودة هناك، يعني في الفترة الرومانية بالفترات هاي اليوناني والروماني بلقطوهم بياخذون هناك، يعني ما عندي فكرة عن دراستهم شيء. بعدين شو راح تعطي يعني، يعني مش كثير أفهم شو اللي بدها تعطيه في موضوع، يعني هل الجمجمة بدها تدل على حصار؟ صعب يعني انه قصده التاريخ على نوع من التاريخ، يعني كربون نوع من الانتحار الذاتي صعب كمان، لانه القطع بده يكون في الثروت، بده يكون في الرقبه، ما راح توصل للعظم يعني فيها. فما عندي فكره. هلا اجسامهم بدها تكون زي اجسام الناس الموجودين، غذائهم زي غذاء الموجودين، يعني ما عندي فكره. ومش راح تعطيني ايضا صفه جينيه معينه اثنيه، ما عندي فكره. كربون 14 بيساعد على العظام تاريخ التاريخ كربون 14. بساعد لانه ماده عضويه، طبعا ماده عضويه تقدر تعمل منها ديتنج، لانه كربون 14 دائما مش دقيق، بعطيك اكثر من معطى. فانت بتعرف كيف الكربون 14 بعطي اكثر من معطى، مش دائما دقيق. عاده بتنعمل من ثلاث محلات وتاخذ تقريبا اللي هو المتوسط منهم، واليوم في نوع من الكالبريشن له. شكرا دكتور. رجع دكتور حمدان. تفضل دكتور. انا اعتذر، اليوم خط الانترنت عجيب، يعني كان بقطع بشكل دائم. فقط انا حقيقه انهيت، مطلوب جهد وطني حقيقه يعني. اخر شيء، اخر رقم من جمله ما سمعناهاش كان واقف في ما رجع قطع. لا إذا تسمح لي دكتور عصام، بس إشارة لما طرحه الأخ أحمد دبش، رسومات وسط الجزيرة يعني على الأقل يعني تؤرخ ببعض بيقول القرن التاسع العاشر، بس نيوليثيك منطقة جبة وهذه المناطق أخرى حقيقة في رسومات صخرية كثيرة يعني من الفترة المبكرة يعني هاي. وبعد في اكتشافات مذهلة لمصايد في وسط الجزيرة وحولها، وفي حاليا في هذه الاكتشافات بعض المقابر، يعني بالتأكيد راح خلال فترة قصيرة يظهر لدينا معلومات جديدة عن هذا الموضوع. بس كمان للحذر، يعني الإنسان المغرب، الإنسان العاقل في المغرب أكيد ما راحش من المغرب مباشرة على أوروبا، لأن أوروبا لم تكن مسكونة ومهيئة لسكن البشر في تلك الفترة، يعني بده يكون جاء من المشرق. لكن هذه أمور مفتوحة. يلا دكتور حمدان عدور، شكرا. لا لا أكيد، أنا باعتقادي أنه الدلائل العظمية في تاريخ التنقيبات الفلسطينية كانت حتى فترة قريبة
غير مدركة الأهمية. ودكتور عيسى بعرف ما جرى في العظام البشرية في تنقيبات تل السلطان، اللي هي أحد ربما في وقتها أحد أهم التنقيبات خصوصا في العصر الحجري الحديث، وكيف توزعت هذه المواد ما بين جامعات وأشخاص ومؤسسات، وتحولت أحيانا إلى إرث عائلي هذه المواد العظمية. أنا باعتقادي أنه وأيضا مؤكد على ما قاله الدكتور عيسى بضرورة تطوير قدرات بحثية، وأعتقد أنه الأنسب أن تكون مرتبطة بأحد الجامعات الفلسطينية، وربما الدكتور عيسى عليه أن يقود يعني هذا العمل، ونحن له كداعمون. إذا بسمعنا بطحنا تقولنا بس. بدك تحكي دكتور عيسى تفضل. لا بقول إنه اللي بعد تعليق دكتور حمدان، يعني العظام اللي توزعت في أريحة أكثر كانت العظام البرونزية منها تاعت النيوليثيك. النيوليثيك مقسمة بين محلين بشكل أساسي، وشوي الثالث يعني شوي في استراليا موجود في ألمانيا. بس أورتل، أورتل كانت عظام أي فترة؟ أخذ النيوليثيك والبي بي أن إيه والبي بي أن إيه. نيوليثيك بالضبط. في كمان في المتحف البريطاني في كمان اللي هي مجموعة كبيرة من النيوليثيك، وفي خفيف جدا في استراليا. نعم هذا صحيح. أما البقية العظام الشيء المتوزع الأكثر من مواد العظام كله البرونزي اللي راح أكثر، هذا توزيع كل واحد كان يدفع كان يأخذ. هي كان أعتقد إنه كشفت يعني دراسات لاحقة إنه كان يجري بيع هاي المواد، وفي توثيق لحالة كينيون قامت ببيع مواد أحد القبور. أنا شفت من البقايا لجهة هولندية. لا أنا شفت في أمريكا في حتى في متحف بأمريكا في مجموعة، وفي جامعة معينة واحد ودت لي وثيقة كاملة عنهم، كمان عندهم مجموعة موزعة، يعني اللي كان يشارك يدفع للحفريات كان يأخذ. بالضبط. فكان مبدأ البيع موجود. طيب هل من سؤال آخر؟ إذا بتسمحوا لي نقول للمرشد السياحي صاحبنا الأستاذ خالد، يا أخي هذه مسعدة قبل 67 ما كانت موجودة ولا عظمة ولا زفت، هدول الإسرائيليين ببحثوا بلاقوا عظام بروحوا بكبوا هناك، بيعملوا لهم قصة وتاريخ، وانتوا يا مرشدين ضيعتونا ذبحتونا. شكرا داري، بس يعني ما في ما كان فيها وين كان العظام قبل؟ سؤال حق. شكرا يعني وسامحونا على مجرد سؤال سألنا. شكرا شكرا. كلك تسأل طبعا. لا فيش مشكلة طبعا فيش مشكلة. شكرا شكرا. لا بالعكس ولا يهمك. لا حبيبنا انت. شكرا شكرا. طيب اذا ما في سؤال ولا تعليق نشكر الجميع مرة، ولا في حد يحكي؟ نشكر الجميع. تفضل عصام. بشكل سريع، في كان حالات في الخمسينات والستينات القرن الماضي لما يتم العثور على عظام كانوا يعتبروهن إشي مقدس هم حتى اللي بحفروا، وكانوا يحولوا مكان دفنهن لمكان غير معروف علشان ما حدا يدرسهن وما حدا يشتغل فيهن. وأنا والدكتور عيسى كنا نتبع قبر وقرأنا عن قبر دوتان، وفي النهاية لقينا إن هم دافنين حوالي 300 هيكل عظمي في منطقة مجهولة ممنوع حدا يعرف وين هي. هاي من الحالات اللي كان وين العظام كانت تروح. يعني عفوا يعني اللي بعيد عن السبعين بالمقابر اللي بعرفه بيخلوها لمش عارف لعشرين ثلاثين سنة، بعدين بلموهم بلبوهم في بير فوق بعض العظام. يعني حتى هي تركوا مجال، بس ما بعرف شو قدسية ما قدسية يجيبوا
بأي شو القدسية يا أخي اللي توفى الله يرحمه هو بعد 40 سنة ربه ما بعرف يعني لأنه يعني هلا في الأيام الحاضرة يعني أنا بعرف المقابر عم بقول لك إذا ما دفعتوا مصاري بدهم يأخذوا هل يلموا هل عظامه بدبوهم في بير فوق بعض لا هي قضية القداسة أثيرت يعني في أكثر من سياق تأكيد بما في ذلك كان في فترة حرب ضدية ما بين اتجاهات أرثوذكسية يهودية وحتى سلطة الآثار الإسرائيلية على موضوع العظام وهي كانت لها بدوافع سياسية يعني في حتى الآن التسعينيات من القرن الماضي بتأكيد لحتى الآن بس خفت الحدة بس لحتى الآن طيب في سؤال أخير من على لا عفوا يا دكتور عصام الدكتور غسان حكى مقبر مين اللي أخذ 300 هيكل عظمي والله هي بدها تتبع وين مصدرها دكتور غسان هاي إذا في أي إشارة هاي قبر من الليت برونز في تل دوتان تم حفره في قبر الرئيس قبر الرئيسي طيب في اي معلومه منشوره وانا كنت ادرس في وانا ادرس في القبر الدكتور عيسى سالني وين العظام الدكتور عيسى اذا متذكر دكتور عيسى فانا قلت لك في وقتها راح ابحث عن الموضوع اشوف اذا بنقدر نسوي شيء بحثت ولقيت ان العظام حوالي 300 هيكل عظمي تم دفنها في منطقة مجهولة علشان ما يتمش دراستها في البلد ولا اخرجت في البلد يعني في شرق فلسطين يعني أنا باعتقادي ممكن تتبع الموضوع مع أهل عرابة اللي كانوا بيشتغلوا في العفريات وهي بالخمسينات فأعتقد ممكن يكونوا يعني واعين لهاي المسألة وخصوصا إنه هاي منيح اللي عرفناها عندي سيارة سيارة ميدانية لموقع تل دوتان الأسبوع الجاي خلينا نسأل فيها برضو غسان في أي إشي مكتوب دكتور غسان في أي إشي مكتوب عن الموضوع في رسالة دكتوراه في رسالة دكتوراه طلعت كمان أو في مقال عن عادات الدفن والهياكل الموجودة هنا شوية مخففة بس مش ما عطناش فيش مصدر معين تعرف وين باقي وين راح في دوثان بس هاي المواد المشغولة موجودة في أمريكا المواد اللي انشغلت فيها الدراسة هاي موجودة في أمريكا بس مش كل الهياكل هناك المواد الحضارية أعتقد إد ماهر دكتور عيسى اللي بذكر فيها إنه صعب جدا دراسة العظام لأنها مش موجودة لأن حسب إد ماهر ما بيشتغل لا إد ماهر بيشتغل على عظام الحيوانات وما بيشتغلش على ما هو في كو أوثرد أرتيكل بس في رسالة دكتوراه طلعت في منطلق تستأهل عملية بحث جدي. المشكلة القائمين على التل اليوم القائمين على دوثان شوي صعب التعامل معهم يعني مش مرنين في الموضوع. مين دانييل ماستر وهدوس دانييل ماستر. مش مرنين في التعامل يعني في شغلات. يعني أنا في مجال دكتور غسان أو دكتور عيسى تعطونا طرف خيط بس اللي يعني نبحث على الانترنت إذا في أي إشي منشور أي دوكيمنت أي مجلة أي كتاب أي مقال تعطونا طرف خيط أنا عملت نزلت مرة رسالة الدكتورة هاي نزلتها مش عارف حطيتها الحين يعني زي بداف نزلتها أنا فبعد أطلع عليه بعد أفتش بلاقيها أكيد بلاقيها إذا بتعطونا أي معلومة طرف خيط بنكون ممنونين يعني تمام أفتش عليها بس في مشكله في مشكله اذا تم دفن العظام في اي منطقه فالعظام اكيد تحللت من الستينات لليوم مش بالضروره تتحلل كلها يعني. هاي اكيد مش راح تختفي كليا بضل شيء منها تطلع منه شيء الا اذا استبدلوا اسنانهم يعني في عمليات في كثير بتطلع في كثير معلومات تطلع منها يعني.
طيب يا جماعة في سؤال أخير من الأستاذ جورج حمضل، تفضل يا أستاذ جورج. مساء الخير. أهلا. بخصوص الملاحظ التاريخ ما قبل الميلاد هو دراسات عليه شحيح شحيح جدا، يعني ما في كتب بالسوق أو بالمكاتب بتحكي عن هاي المواضيع، دائما بيحكوا عن الحقبة المسيحية والحقبة الإسلامية، يعني بتوقع مش 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 مهمة كتير هاي الحقبة للبحث في الآثار بالحجم اللي بيشتغلوا فيه. بالمقابل إنه الكتب عنها قليل، يعني السلطة ما شاء الله لها 25 سنة موجودة، مفروض يكون في عندنا، مفروض عندنا في مكاتب المكتبة الوطنية أو من وزارة الآثار أو ما بعرفش مين المسؤول عن هاي الشغلة، مفروض يكون صار في عندهم نتاج كبير يعني في هاي المواضيع لأهميتها، يعني أنا بشوفه ضعيف جدا هذا الموضوع. شكرا. بس عفوا يعني ممكن أسأل أستاذ جورج، هل اطلعت على المنشورة اللي صدرت في آخر 20 سنة؟ لا أنا بسأل جورج، مش عمالي بدل الصراحة. جورج كان الخط عندك، تلفون يبدو تلفون، مجال تعيد السؤال أو تعيد التعليق لأنه مش واضح. بحكي أستاذ جورج، بحكي في الحقبة يعني في آخر فترة من ما يقارب 20 أو 25 سنة بوجود السلطة الفلسطينية، يعني مفروض صار في تصريح لبعض التنقيبات على بعض المناطق في مناطق السلطة على التنقيبات الأثرية، فهل يوجد فهمت؟ يعني تسمح لي أعلق؟ تفضل دكتور حمدان، تفضل. يعني أنا فقط بحكم على أثار ما قبل الميلاد مش كله أستاذ معلش جورج، يعني اسمح لي فقط، أنا بدي أحكي من واقع عملي في دائرة الآثار. أنا بأكد لك أن هناك مكتبة من المنشورات الأثرية حول مجموعة كبيرة من المواقع وعشرات التنقيبات الأثرية المنشورة، يعني لو أخذت فقط تنقيبات تل السلطان وهي تنقيبات مشتركة فلسطينية إيطالية، يعني عشرات الدراسات، رسائل الدكتوراه، دراسات ماجستير، تنقيبات واحدة، دراسات حول خربة المفجر، دراسات حول تل خربة تل بلاطة على سبيل المثال، خربة بلعمة، ومجموعة كبيرة من الدراسات. فأنا باعتقادي يعني ممكن يعني إنه يعني تزود بمعلومات عن نتائج هذه التنقيبات، تنقيبات واسعة اللي جرت، تنقيبات غزة على سبيل المثال صدرت عن تنقيبات تل بلاخية، تل انصيرات، تلة أم عامر، دير دي سيلاريون، ففي مجموعة يعني حتى ما فقط نصدر أحكام عامة. شكرا، شكرا جزيلا. انا يعني كنت بستفسر، ما كنت بتهم حد. لا اطلاقا، يعني مش من باب اتهام. طيب اذا شكرا، شكرا للجميع، شكرا لك دكتور عيسى على هذه المحاضرة، ويعطيك العافية.